الإخوة السلام عليكم. المهم عودة مرة أخرى، إذا كان في إخوة يحبوا يشاركوا في هذا البث المباشر مرحبا بكم. أنا فتحت الخط، إذا كان في إخوة يحبوا يعلقوا أو يدليوا بالآراء تاعهم مرحبا بكم. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام، مرحبا بك. السلام، مرحبا بك. انا متابع تاعك سنوات، يعني عجبني الخدمه تاعك. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك فيك. كتمان عجبك شويه تعاوج الصوت. ما عنديش كتمان، اسمح لي. والله ما عندي الصوت مش مليح كيما هكا. راه يتعاود. اسمح لي، والله اسمح لي، بس انا نقطع مع النعود. معليش. اوكي. قال له مسكين، قال لك تريد أن تتبنى الحراك، نهار تفهموا وش هو التغيير وتعرفوا تفرقوا بين المناضل والمعارض. احقوا في ذاك النهار أرواح أنت تكلم في هذا الكلام، التحق بالحراك، أنت اللي التحقت، مش أنا اللي التحقت بك. أنا خلاص جاب ذا البرحي ناضل، دار فيها فوطو عشا مناضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا، كيف داير؟ لاباس؟ توحشتك صاحبي. الله يبارك فيك. واش راك تاعي؟ عرفتني؟ تفكرتك انت الاخ تاع وهرن. واه نيشان. واه كيف داير صاحبي؟ لاباس عليك؟ استاذ اسمح لي، استاذ كيف داير؟ لاباس؟ الحمد لله، الله يبارك. الحمد لله. تأكدت الآن من نكاز؟ تأكدت الآن من شكيب خليل ولا مازال؟ صاي سي بون. تأكدت باللي راه الريح في الشبك؟ شفيت ولا ما شفيت؟ لا صح، هو نقولش عليك بصح، بين نطلب اعتذار، هذا ما كان من حاجة، بين نطلب اعتذار. زعما نهار اللي قلت لك الشعب خبزيست وكاع، زعما حشمت، زعما صفري، زعما خرجت مع مود خطرة جوج جمعات خرجت، ما نكذبش عليك حشمت، زعما الشعب هذا وانا منهم، يعني حقرنا روحنا بزاف، والله حقرنا روحنا صراحة. هاي الحمد لله، زعما صافي بليزير، درك واحد يفتخر وكاع، وخلي الحركة يتمشى راه عالمه. شوالا نشوف الدبب الكتروني كثر بزاف، راهي حرب الكترونية كبيرة بزاف. امر عادي لا بصح، كما اليوم شفت رايح، كما اعلنت على نتاع قبال. راهو عندك خلل اعتقد في الخط. راح لك الصوت. نشوف هذا الاخ. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الأخ علي. مساء الخير أستاذ نور الدين، لاباس؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. ما مانيش نسمع الأخ علي. يبدو هو أنه راه عندك نفس المشكلة مع الكلام، عندك مشكلة بالصوت. قبيل أنا سمعت اللايف تاعك كامل قبيل، ودرت واحد النقاط هكذا حبيت ندخل فيهم برك برك، كتبتهم بستيلو في الورقه. ما عنديش مشكله، تفضل. وقيل الانترنت شويه ضعيفه.
نعم تفضل معاه، هكذاك تسمع فيا شويه والله ان من بعد شويه نعاود على الانترنت خليني برك. نسمع فيك تفضل، تبيش الانترنت عندك كيفك؟ تسمع فيا نورمال. خليني نسمع فيك تفضل. النقطه الاولى اللي تاثر الحراك مثلا هنا في الداخل، درك كاين جماعه راهي تسوق تاثر الحراك هذا بالتجربه العروش لشتها تاع 2001 هذيك، يقول لهم باللي هادو كانوا متماسكين وكانوا كلمه وحده وعندهم نظام تجمع هذاك وهكذاك السلطه قدرت تفرقهم الفريقين، شو العروش المحاوره والعروش الراديكاليه، وكاين اللي عطاتهم الدراهم وكل واحد وين راح وكسرت هذاك الحراك تاعهم. تسمى كاين اللي متخوف من النقطه هذه في قضيه التاثير، وانا في رايي يكون يديروا منسق يخلونا من هذه الممثل هذه منسق برك. هذا المنسق مثلا نهار تكون يكون حراك ولا مسيره يهبط في المدينه هذيك ولا في المنطقه ممثل، ولا يحسبوا شغل رئيس ولا قائد عليهم ولا مثلا. وكما طلبه الجامعه هذو كم سهل يقدروا يأطروا يديروا منسق تاعهم في الجامعه مثلا، كاين نقابه شريف الصوت تاعك يتقطع يا حسرة، الصوت تاعك راه مضروب بال نعاود نشوف الانترنت برك نريقلها ونعاود لك او كتبت النقاط هكذا نحاول. شكرا. المهم عاود شوف الصوت تاعك ومرحبا بك. شوف ترى هذا الاخ فيصل جلول الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ فيصل. كيراك استاذ؟ والله لاباس الحمد لله، انت راك صافا؟ الحمد لله لاباس. والله يا استاذ شوف منين راك عندي تكلم الاخ فيصل منين؟ انا اللي نكلم فيك، راني ساكن في باري. مرحبا بك الاخ فيصل. ما الله يسلمك بارك الله فيك. شوف يا اخ انا شتك تكلمت، مع كل احتراماتي شتك تكلمت شحال من مره في اللايف تبعتك، مع كل كيما نقولوا مقبل ما نعرفكش زعما ما جامي شتك هدرت مقبل وكاع، سي فري انت قلت ودي انا ما كنتش نحوس نبان وكاع ما عليناش. هنا الجزائر دروك راهي تفوت في مره في 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 مرحله كيما نقولوا سونسيبل بزاف، وكاين ناس تحوس تركب الموجه وكاين ناس تستغل الفرصه، كاين الناس راهي تحوس تفوت المصالح تاعها. كنا نشوفوا بزاف احزاب كانوا يقولوا هنا مع بوتفليقه، كنا نشوفوا بزاف احزاب كانوا من الموالاه من المعارضه، من بعد كي ناض حراك شعبي كاع قلعوا الكاسكيت قلبوا الكاسكيت ولا يقول لك ودي هنايا مع الحراك. لا علينا، هذه حاجه باينه زعما كيما نقولوا هنايا مفروغ منها زعما نعرفوها. اي حركه سياسيه اي سياسيين يديروها بديهيه مصالح تاعهم، معليش يفوتوا المصالح تاعهم. الشيء اللي شتكوت انت قلت يا ودي القبائل وكذا، ما القبائل ما القبائل. هنا على بالنا باللي في كل مره كاين ناس تجي تقول لك القبائل باللي نزاب التفريقه. بون الشيء الهضره اللي هضرتها فيه شيء هضره عندك صح، لخاطرش نعرفوا باللي كاين جماعه من جماعه القبائل بصح هذوك فئه صغيره هما حركه الماك، هذو حركه الماك تابعين للحركه الصهيونيه ماسونيه يحوسوا يديروا البلبله هكا، هما عارفين بلي ما يطيقوش يديروها. الجزائر ما تقسمش، الجزائر ماتوا عليها مليون ونص شهيد، دي ماتوا عليها في مليون ونص شهيد، ماتوا عليها اصحاب الشرق والغرب والجنوب وكاع في هنا الجزائر ديجا اصلا ما فيهاش عربي وما فيهاش قبائلي. هذه اللي نفهموها للشعب ويفهموها الجزائري. هنا مسلمين نقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، هنا ما زلنا نهضروا في هذا قبائلي وهذا تلمساني وهذا من الصحراء وهذا من الشرق. هذه اللي نحبسوها، خاطر غدوه من نروحوا عند ربي نهار من نتحاسبوا ما غاديش يجي يسقسينا اسكو انت قبائلي ولا مزابي ولا شاوي. متفق معك الاخ فيصل، متفق معك فقط فقط برك القضيه هذه. انا ما رانيش نجمع في القبائل كامل، قبائل خاوتي وانا راهم هما من دمي ولحمي. انا راني نحكي على فئه من الناس عنصريين
وفئة من الناس انتهازيين يحوسوا هما يستغلوا الحركة نتاعهم مثل ما كنت انت تقول في البداية نتاع المداخلة نتاعك لتحقيق أهداف شخصية ولا فئوية ولا كذا. وأنا في الكلام تاعي تكلمت عن المباشرة وثم أمامهم قلت لهم باللي الشيء اللي جمعنا هي الجزائر، فهمت؟ الشيء اللي جمعنا هي الجزائر، روحوا نلتقي أنا جزائر، أنا جزائري قبائل وكذا، وروحوا نلتقي من أجل التفكير في مصلحة الجزائر. مش انت تجي تحرم حاجه تقول لي باللي انا راني ضد التعطير وانت تعطر، انت ضد التنظيم وانت تنظم، فهمتني؟ انا ما تستعملنيش، انا ما راكش تحكي مع واحد اللي راهو هذا بدا يتعلم في السياسه، راك تحكي مع واحد عنده 30 سنه في السياسه، يعني قد عمرك. الله يبارك. والله انا ما نكذبش عليك، انا متبع سياسه، ولكن انت راك اكبر مني في السن وتعرف خير مني وراك متبع. على ما اظن الوقت اللي رانا فيه دروك الشعب راهو فهم كلش، وراه من زمان فاهم، اغلبيه تاع الشعب كي نقولوا الاغلبيه تاع الشعب راه فهم، ما من الناس اللي ما قراش واللي ما مارش السياسه راه فاهم شكاين، كي خرجوا برا يهضروا راه عارفين روحهم شام يهضروا، راه عارفين هما شكون اللي شكون اللي يخرج وشكون اللي ما يقعدش، راه عارفين أخ الوزاره فيصل، شكون هما. واه أخ فيصل، شوف نقطة لازم تفضل. نزيد نعاود نذكر بها برك ونخلي في الكلمة، لازم تفرق بين الحراك في فرنسا والحراك في الجزائر، هذه ما لازمش الواحد يخلطها. لا انا الحراك في نتكلم على الجزائر، الحراك في الجزائر. اسمح لي، الحراك في الجزائر دوك انت مثلا خرجت الناس في العاصمة سمعت باللي راهو كاين نداء ومشات الهضره، قال من بيت لبيت ومن عائله لعائله ومشات الهضره وخرجت الناس من الجوامع، ما كان لا منظم لا والو، الشعب راهو برا في الشارع، فهمت؟ خرج لوحده. احنا مالناش نهضروا على هذاك، واش نهضروا على هذاك؟ احنا نهضروا على درك هنا مثلا في فرنسا او في العواصم هذه، وين انه لابد انه الانسان يروح لا بريفكتور على جال باش هو يدوموندي لوتوريزاسيون نتاع باش يدير هو تجمع، وباش تروح دير انت اوتوريزاسيون لازمك انت يخصك تشرح لهم واش راك رايح دير من الساعه سي الفلانيه نورمال. للساعه الفلانيه، لانك انت راك رايح تحتل ساحه عموميه، فهمت؟ راهم قادرين هما انت تطيح في نفس الوقت هذاك يكون انه كاين نشاط نتاع جمعيه اخرى او كذا، بالتالي راهم انت يعس لازمك تعطيهم عليك، نفس ويلا باش ما مبرر. تصراوش فوضى، ويلا قال لهم هايو يخرجوا لابوليس تعس عليك، نعرف هذا الشيء. ها هذا ها مكان. بون المهم لازم الواحد يفرق بين الحراك نتاع البلاد والحراك نتاع الهنا. الهنا التأطير راهو هو فرض روحه عليك، فرض روحه، ماكش انت اللي زعما تحوس عليه. كي دوك انا نجي دوك باغ اكزومبل مثلا انا دومونديت على جال باش ندير انا تجمع، رحت لا بريفكتور انا اللي درت التجمع، طلبت لوتوريزاسيون وراه ما طاولي الاوكي تاع لوتوريزاسيون، ما يجينيش واحد انا يقول لي انت علاش راك تتكلم، كيفاش انا منظم التجمع انت تجي تقول لي راك تتكلم؟ نعطيك واحد النقطة صغيرة على باري، ما نهضرش على الولايات الأخرين هنا في فرنسا لخاطش ما نعرفهمش، بصح هي تبدأ من باري وتنطلق كاع الولايات، تمام؟ العاصمة هي اللي تأورغانيزي هكا. هنايا في باري اللي نظم المسيح اللي بغى ينظم هذا التجمع الحركي، وكان مع بوتفليقة اللي خرجوا الخطرة اللي فاتت، براك سمعتهم وقالك بوتفليقة هي الجزائرية، جبنا العهد سمعكم. الخمسة ونسي بيان باللي هذوك اللي خرجتهم لا غرون موسكي دو باري، الجروب تاع لا غرون موسكي دو باري هما اللي خرجوهم، ولا غرون موسكي دو باري هذوك خرجوهم وكان معاهم واحد كانوا تاكلين عليه باش ما نجبدوش الاسماوات، مشان يبين نجبد الاسماوات ونسيزي، كانوا باغيين واحد ينظمها لهم، وكان نظمها لهم كانوا رايحين يلموا شعبية كبيرة، وهذاك السيد ما بغاش ينظمها لهم خاش كان كونتر هذا الشيء، وراح معاهم في نزاع دروك. وراهي عادي عادي تمشي الاخ، عادي الاخ وما فيصل، عنده انا قبل كي كنت معاهم في التجمع هذاك كنت على بالي بلي راهم كاينين جماعه يخدموا في الامن ويهضروا معايا، اما مش حاجه غريبه عني، ماشي هذا على بالنا بها. شوف هذه على بالنا بها، جماعة جايين ويديروا بصح ما عندهم ما يديروا دروك، صاي راحت لهم مام هنا في فرنسا ما عندهم ما يديروا، ما عندهم وين يوصلوا دروك، شراهم يديروا دروك باش يشوشوا شوية الشعب، باش يشوشوه ويحوسوا كما نقولوا، ماشي يفرقوه يلهوه، ولا بصح صاي راح حتى لهم. هذه راهي باديه من الجزائر وراهي جايه حتى لهنا، كما قالك الذباب الالكتروني اللي راهم يستعملوه، وانا ما نبغيش نجبد الاسماوات، راهم يستعملوه فلان وفلان ونعرفهم مليح، وما هما يعرفوني مليح لاخاطش لاش تاعي وكلاستي وقراو معايا، انا من مدينه مستغانم، ما شاء الله. وهادو طب لهم كاين بزاف، كاين بزاف الإخوة مستغانم في هنا في تولوز،
انا مانيش في تولوز، انا من باريس. اي قلت لك كاينين بزاف اخواننا نتاع في مستغرب في تولوز. تولوز فيها المستغلمين بزاف، هذه معروفه. انا عمري ما رحت لتولوز، جامي رحت لها، بس على بالي بلي اخويا اروح نتبادلوا ان شاء الله. ان شاء الله نجي انا نعاود. انا جيت في الاول جيت لباري ومن بعد طلعت تولوز. اروح انا اعطيني البلاصه نتاعك في باري ونعطيك البلاصه نتاعي في تولوز ونفريوها. شوف انا عشت في مس، وعشت في مونبولي، وعشت في ليون وباري، وعشت في لوافر، هذو كاع سكنتهم. المهم هنا تاني خرجنا من الجزائر، ما خرجناش منها تاع ودي باغيين الغربه ولا عجبتنا فرنسا. خرجنا من الجزائر على سوء التسيير وعلى سوء المعامله وعلى العداله ما كاش، وكل واحد عنده مشاكل، وكان يخرج يحوس على الخدمه. انا خليت خدمتي تما وخرجت، سمحت في 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 في, في صوالحي تما. علاه ما كاش عداله ما كاش الاخر؟ صرونا مشاكل وقلبنا ضرنا على هذا البلاد. ونهار اللي جيت خارج قال لك الوالد تاعي، قال لي الا رحت انت وراح انت ورحت انت، وشكون الجزائر شكون اللي يقعد فيها؟ إذا قعدتم الشباب تقولوا نروحوا شكون يقعد فيها؟ شت فيه وقلت له يا بو، قلت له مالك تقول لي هكا؟ قلت له انت حكيت لي بفمك، وقلت لي يا ودي عندك عمك، عندي عمي شهيد وجدي مجاهد. قلت له عمي الشهيد انت كنت تقول لنا باللي كان يقول، هو كان يقول لهم هنا كاع نموتوا غير يعطيك يعيشوا ولادنا، هنا غادي نموتوا. سما الشهداء في ذاك الوقت هذو اللي ماتوا كانوا يقول لك اودي هنا ميتين ميتين، هنا رانا نضربوا على الحريه باش خرجوا الاستعمار باش ولادنا ولاد ولادنا يعيشوا. قلت له ها راهم ماتوا وهنا ماناش عايشين الاز، ما عندناش عداله، خايفين عايش في بلادك خايف لا تدخل الحبس. نعم تغلط الاخ مانيش فيصل، عارف في الموضوع المتعلق بالحراك هذا، يا هل ترى انت راك مع تأطير نتاع الحراك، ولا تخلي ربما ناس ينتهزوا الفرصه وراهم رايحين يحرفوا الحراك وراه رايح يجهض هذا الحراك؟ انا ما لانه عجبنيش لما ما يكونش هناك تأطير للحراك من طرف ناس يعني اللي هما مشهود لهم بالاستقامه، ومشهود لهم برجاحه العقل، ومشهود لهم بالنضال، ومشهود لهم بالرؤيه السليمه، ويكونوا هاد الناس مقبولين يعني شعبيا الى حد ما، راه راح فيما بعد يجهض الحراك. لانه هذا النظام راه هو يستعمل في عمل الوقت، والناس مع الوقت مع مرور الزمن الناس تمل وتكره، وتكره من العياط ومن الوسمه، ومن بعد قال لك خلاص شوف والله 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 نقول لك يجيبوا مرشحين ويعاودوا يستمروا بواجهه واحده اخرى وبسلمه بالعافيه. هذا الحراك اللي راه كاين في الخارج ولا في الداخل، مهما كما نقولوا نعرفوا باللي غادي يكونوا كاينين الناس اللي غادي يحوس يستافد من هذه الفرصه، يحوس يركب بالموجان على بالنا بها، ونعرفوها انا من بدات عرفتها. واي واحد اللي يعرف شويه تاع السياسه غادي يفهم باللي كاين الناس غادي تحوس تدير شعبيه وتبان ويبان باش يخرج بطل قومي، هذه نعرفوها. انا مانيش خايف من هاد الناس اللي هم يستغلوا في هذا الحراك، في هذا الحراك الشعبي. هاد الناس ما ياثروا والو، انا بور مو نعرف باللي الشعب ما غاديش ياثر في هاد الناس. هنا انا خايفين من التاثير تاع برا، رانا خايفين من التاثير تاع الامارات، رانا خايفين من التاثير تاع السعوديه، هادو اللي انا خايفين منها بزاف. خاطرش التاثير هادو تاع الناس هادو الصغار هادو اللي ما يحوش ياثروا ويركب الموجه الجهيدي ويدير ويسير وكاع، ما يندمش يدير حاجه بعيد، ما يروحش بعيد. فرنسا ماكش خايف منها؟ أنا خايف من الإمارات والسعودية أكثر من فرنسا. مع أنه تأثير تاع الإمارات وفي السعودية ما كان والو. في هذه تعيل لي بلاك غلط شوية في ال 88 في ال 88 قادرين نقولوا مثلا الناس اللي راهم دوك مثلا عندهم توجه سلفي إلى حد ما، بحكم أنه قال العربية السعودية ثم فيها مكة وفيها بعض العلماء والمرجعيات، تقدر تقول لي من هذه يا الناحية أستاذ. والو يا أستاذ هذا الحراك الشعبي اللي خرج في 1990 وصارت الفوضى في الجزائر العشرية، الدم 10 سنين والناس تموت فيه الأمر، وجا من عند خالد النزار طلع على السعودية عند الملك تاعهم، راني ناسي الاسم اللي كان الملك الاسماء ما حفظهمش، فهد وسقساه قال له عندنا حركة إسلاميين راهم يحوسوا يقضبوا، عطاه معروفة معروفة هذه المسألة، عطاه الشاك ما على بالناش شحال فيه مبلغ، عطاه الشاك وبون المعلومة اللي عندي نقولها لك باللغة تاعي أنا، قال لها العصا لمن عصى.
على بالنا بها هذه، على بالنا بها. الانقلاب اللي صرا في مصر السيسي مع المرسي، راح الاسلاميون داروه السعوديه والامارات. هذا امر مش مخفي، هذو الجماعه اللي راهم في السعوديه هم ضد حركه الاخوان المسلمين، حتى الناس اللي راهم تما في السعوديه راهم ضدهم، وراهم منهم اللي راهم في الحبس منهم، هذاك سلمان العود. غير واحد النقطه صغيره، امور معروفه هذه. نكمل غير واحد النقطه صغيره، الانقلاب اللي صرا في اردوغان في تركيا وما نجحش منهم، ومنها لاردوغان عص روحه منهم ولا اسبيون ولا يعس فيهم، اللي كذب بالضربه تاع خرجوا جاي الخرج، كان عص روحه عرب الانقلاب جا من عندهم. خاطش هادو الامارات والسعوديه باش قذبوا البلدان هادو، التاريخ يلقى يتقذب بالتاريخ، تقذب الانسان اللي يقرا التاريخ شويه يقذب يفهم، يكون عنده نظره في هادو خايفين من الحركه الاسلاميه، خاطش الا قذبت في بلاد ومشات للبلدان الاخرين غادي هما بلايصهم يطيروا. خاطش علاش هما ديجا باش ولاو ملوك المملكه السعوديه والامارات وما تابعهم من الممالك الاخرين، باش قدبوا تما دارتهم لانجلتر، داروهم تما بتعهد انهم ما يقلبوش مصالح اسرائيل وكذا وكذا وكذا. بون ما نعرفش مليح بصح عندي انباز على ذات صالح، هادو هما اللي تخاف منهم اكثر. خاطش فرنسا ما يساعدهاش باش تنوض الدم في الجزائر، فرنسا الى نوض الدم في الجزائر غادي تتكلم عندها هنا، الى وصلوا لي زاتونطا في الجزائر غادي يصراو هنا في فرنسا، فرنسا ما يساعدهاش باش تخرب الجزائر. هذه بطبيعة الحال هم ما هذا تساعدهمش، التفكير تاعي والعلم لله، التفكير تاعي على حسب ما تساعدهمش هو انه تصرى احداث في الجزائر، لانه عارفين باللي راهم رايحين يتاثروا، ولكن قضية نتاع البيراطاج وقضية نتاع التروكاج وقضية تشوف انت يا غار اليوم برك هنا درت تجمع وجاو يحضروا الناس وكنا ننقلوا على المباشر، ومن بعد يجيب لك جماعة نتاعهم اللي حوسوا يفوتوهم الميساج اللي حابين يفوتوه، والامور معروفة يعني واضحة، غير الانسان اللي الله غالب الراس تاعو مكودي. فهمت؟ العلم وإن كان لله وإن كان أنا مانيش محتاجهم، راني نقولها لهم على المباشر وعلى بالي باللي السيرفيس تاعهم راهم يسمعوا ويتبعوا، أنا مانيش محتاجكم لا في فرانس 24 ولا في فرانس 3 ولا في أي قناة نتاعكم، مانيش محتاجكم، يكفيني هو أنه نهضر على الفيسبوك واليوتيوب اللي بغا يشوفوني ربعة من الناس. أنا فرنسا كي تتدخل، بون الحكام تاع فرنسا كي دخلنا نفهموها سي تو طافي نورمال. خاطش علاش من الثوره خدعت لافير في الثوره ومن بعد قلبوها ناس، وكاين فرنسا عندها مصالح مع الجزائر، دين صوالح وكاين عقود وكاين مصالح تاعها في الجزائر، سي نورمال تتدخل عندها مصالحها في الجزائر. انا اللي ما فهمتهاش كيما هادو علاش ما عندهم اللي ما عندهمش مصالح في الجزائر ويحوسوا يخلطوها لك ويحوسوا يدخلوا في فرنسا. كي تقول فرنسا تربطت مع الجزائر مصالح تاعها في من المعاهدات ايفيون وروح، ولكن الى متى الى متى يا صاحبي؟ كيفاش هذا الانسان اللي راهو درك كتبها واحد في التعليقات، هذا اللي عاجز على جلب باش يختار، مانيش عارف انا باش ما نضرش نولي نطيحه في الكلام، يجي هو يقد على الجزائر. الجزائر كبر عليك الشيخ، صاي تربح يا اخي نزيدك واحد المعلومه، ونورمالمون ما نبغيش انا نهضر هكا في اللايف وعلى بالي فيها مشاكل من بعد يصراو لنا. شوف كما نقولوا الاتفاقيات اللي مبرمت في هذه 4 سنين ولا 5 سنين بالضربه تاع اللي عجز فيها بوتفليقه، نهار اللي كان الجروب هذا اللي راه خايف روحو باش يوخر ويدخل الجروب واحد اخر، نهار اللي يطردقوا لي زافير اللي نعقدوا مع فرنسا الله يجيب الخير. لخاطش بالك رانا شلنا هذه غير من التصور تاعي، رانا شلنا الرئيس عبد العزيز بوتفليقه نهار اللي دار خطاب تاعو التالي وقال لهم فيه انا راه طاب جناني، كاع نعرفوه وكاع سمعناه، هذاك هو الخطاب تاعو التالي اللي ما عاودش دار فيه خطاب. دروك هنايا ما عرفناه اسكو اللي تي كومبليس افيك سوس سون الجروب تاعو ولا نخطف وداو له الختم تاعو ودسوه ما فهمناش. هنا مريض هو من 2005 وخوه هو اللي جيري في الامور، بصح اسكو مريض
مريض عارف روحو واش راه مريض يدير ولا ماشي عارف كاش راه يدير. ما على باله بوالو، ما يحكيو له والو، يجيو ويجيبوه يحطوه في الصالون. قال مثلا يجي شخص هكذا والله يتكلم معاه كلام والله، بصح لي ديسيزيون واسمو لي ديسكسيون هذوك كامل مع خوه والجماعه لونتوراج المصالح هذاك، يجيبوه غير فقط باش يصوروه، ياخذوا صوره معاه قالها واستقبل كذا واستقبل كذا وبسلمه بالعافيه. امور سكيفي معروفه هذه، ما ماشي سكيفي سما الختم تاع رئيس الجمهوريه. خاوتو هما اللي خاوتو بالاتفاق مع القياده نتاع الجيش، ما مش وحدهم قال زعما راهو جاي ثم، باسكو القياده نتاع الجيش على بالها بكل صغيره وبكبيره، وبالتالي قادرين هما يستخدموا له ماده من الدستور ويروح بسلامه بالعافيه، لكن هما من صالحهم على جال باش يبقاو يحكموا ما دام هو راهو في حال الضعف، هما اللي راهم يحكموا. اللي يجي باش يستعمل القانون ولا يستعمل ماده 102 102 وكذا وكذا، لقي يكون هو كما قالها الهامل قال لهم اللي يحارب الفساد لقي يكون نقي. هنا ما عندناش ايوه واحد نقي، ما كانش واحد نقي في البوفوار، قليل. هذه هي، ما هما عندناش يخدموا واحد بجماعه نقي. اللي عندهم ملفات عليهم، عندهم ملفات عليهم يخدموا عليهم، فهمت؟ هما ما يخدموش مع واحد نظيف هكذا، واحد عنده شخصيه، ويخدموا مع الناس اللي عندهم ملفات عليهم. انا السؤال اللي طرحته، ها رانا قلعنا بوتفليقه وبغينا الشعب عطاوه باش ينتخب رئيس، شكون الرئيس اللي تنتخب لي؟ رشيد مكاز. شكون اللي رئيس؟ وراهم الناس، وراهم ربي النخبه، ربي وراهم. يجيب ربي يجيب الخير. المهم الأخ فيصل، بارك نحاول الله المرة فيك خويا، الكريمة الإخوة الآخرين. شكرا للأخ فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا للأخ فيصل، المرة الكلمة للإخوة الآخرين. زيدوا ترى نعود نشوفوا ترى مع هذا الأخ علي، بالك لا راه صح الخط نتاعو. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا الأخ علي. أهلا أخ أستاذ نور الدين، أخي يضرك مليح، تسمعني مليح؟ أنا راني نسمع فيك مليح. فرعون هذه عصرت لنا الانترنت، نقص لنا الدي بي، رانا نعاني فرعون راه تتفرعن عليكم. واه والله راه تفرعن، نقص الدي بي، شغل بان باللي نقص صح. مثلا ملي كان 1 ميجا ولا نص. المهم باش في النقاط المقبلة اللي درت في اللايف تاعك في القضية اللي حكيت عليها قبيلة تأثير الحراك، قلت لك الناس كانت خايفة من السيناريو نقولوا تاع الفيس، والفيس ديجا كيف كانوا منظمين، الناس قارية وتقرأ القرآن وتمشي مع بعض ويريحوا ويديروا اعتصامات وصرا واش صرا، اختراق والآخر، وزيد السيناريو تاع العروش هذوك، ترابط تاع تجمع في هذيك ومجلس القرية وكيفاش يديروا القرارات تاع حل المشاكل بين بعضهم والآخر، ما عندهم واحد الترابط كبير، وهكذاك والنظام هذاك شاكشت كيف دار لهم، اخترقهم ولاو جناحين، العروش المحاورة، العروش الراديكالية منا تميعوا ولاو ما كانش كامل. سما في نعم. هذه القضية سما هنا في الجزائر ما الناس تقدرش خايفة. تستمر الأخ علي. في البداية تمام؟ تقدر، في البداية تقدر نقول مثلا في بداية الحراك هو أنه يكون الحراك غير مؤطر، تقدر تصرع، هو أنه قال مثلا مجموعة بغتوا العالم بحراك، تقدر تصرع، ولكن فيما بعد لابد من التأطير، ما تقدرش تستمر الأمور هكذا. لماذا؟ لأنه تولي عبثية، لابد من مطالب محددة، لابد من ده المؤتمر تاع الصمام، راهم نقولوا مثلا مجموعة خرجوا في إطار سري، المجموعة نتاع الستة هذوك خرجوا، قال مثلا بعد ما كان يتربب عليهم مصالح الحاج والجماعة خرجوا، قالوا دي باسطة هذه الزعامة هذه والمشيخة هذه خلاص، عندنا قدام سنوات وحنا نرحيو مع فرنسا، جربنا معها البرلمان، جربنا معها السياسة، والطريق هذا ما خرجتش، يلا يلا نخرجوا هنا نتكلوا على ربي ونتوجهوا للشعب. داروا هما حراك ثوري داروه، لكن فيما بعد جاء المؤتمر تاع الصمام، ولو انه راهو كاين الناس عليه ما اخذ ولا ذيك، ولكن مع ذلك ايه استطاعوا هو نظم انه يلتقي وهو انه يديروا قرارات، قال مثلا انشاء واسمه نتاع المناطق هذيك واسمه، قال القيادات، لجان كاين بعض الناس، ايه كاين بعض الناس اللي ماتوا، كاين بعض الناس اللي كذا،
وبداو يواصلوا ولو انه فيه كما قلت لك اختلافات. المهم كاين فيه تعطير، لانه هذاك التعطير اعطى دفع للثوره. كذلك الان لو كان يكونوا مجموعه الناس اللي هم مقبولين شعبيا، لما يكون هناك حراك الشعب يزيد يلتف اكثر، خاصه لما يكونوا ناس معروفين ويكونوا ناس يعني معروفين بالموقف تاعهم، لانه ماهمش راهين يبيعوا ولا يشريوا. فهمت المساله؟ لكن لما تتخلي الامور كما هكذا سايبه جماعه راهم يخترقوا، يخترقوا لك حراك، يخترقوا لك تجمع، يخترقوا لك مسيره اضراب الى غير ذلك، وقادر انهم يديروا اعمال. وفيما بعد الناس مع الوقت لما تتضرر المصالح نتاعها وتتضرر الاسم نتاعها يقول لك اخويا انا صاي انا نمشي نتبع في الريح انا. يا لو كان جات راهم ناس راهم معروفين والله خطر عليه، كي تعرفوا الناس تعرف الناس. قال لك مثلا انا دوك هاهم في الجماعه نتاع تولوز، غدوه يجي لي يقول لي اخويا رانا هضرنا معاك، ولكن نقول له انا اخويا لا لا نعرفك، نعرف الخلفيه نتاعك بالسلامه بالعافيه. من فهمت صح؟ كيما في النقطه غدوه كي يخرجوا الناس، خرجوا ناس قال مثلا ما على باليش انا اساتذه جامعيين والله ناس معروفين، قال مثلا ناس عندهم افكار وناس مانيش عارف انا ما يهمنيش فيهم انا من، ولكن يكون عندهم قبول يخرجوا انا نروح نزكيهم، نمشي معاهم حتى اذا كان انا نعلق لهم لي زافيش. بصح نعرف باللي راهم كاين ناس يعني مثقفين وراهم يخموا في المصلحه نتاع البلاد وراهم كذا نقدر نمشي معاهم. ما تقدرش انت تمشي مع جهه مجهوله، امبوسيبل. نهار زوج اربعه من بعد خلاص. حتى في هذه النقطه كما قلت انت قبيله، مثلا طلبه الجامعات والاساتذه الجامعات نورمالمون هادو هما يكونوا العمود الفقري تاع تاثير هذا الحراك. حتى في الشعارات لازم تتوحد. درك كما كنت تحكي انت قبيله الناس مازال تقول لك علاش تاجل الانتخابات، الماده 102 هذه خلاص مازلش نحكيو عليها والدستور. انت كتقول خاص كاين مجموعه في الشارع، حنا رانا في الشارع، يقول لك هو نعاودو نديرو انتخابات. واش من انتخابات تدير بالقانون هذا تاعهم وهما؟ حتى ولو راح الرئيس بالماده 102 يجيك عبد القادر بن صالح، انت عبد القادر بن صالح يدير لك انتخابات؟ ثم الناس لازم تفهم باللي ما كاش انتخابات. والمجلس الدستوري المجلس الدستوري تاعهم الرئيس يعين كلش، يخرجوا لك رئيس يحوسوا عليه. بارك الله فيك، إعادة صناعة واجهة جديدة كما يقولوا باللغة العربية النظام تاعهم. عليها الناس لازم تفهم النقطة هذه. الدستور ما يجيش يحكيوا لنا عليه، والمادة 102 هذه ما يجيش يحكيوا لنا عليها. أنا في رأيي الخيار الأقرب تاع المجلس الرئاسي هذا، كما قلت أنت يديروا ناس هادو يكونوا ثقة ومعروفين بالنضال تاعهم. مجلس راه كما داروا المجلس الاعلى للدوله هذاك، فهمت؟ داروا مجموعه هي الثوره. علاش قاموا مجموعه نتاع ستة عمل جماعي؟ نفس الشيء احنا دوك يخصنا العمل الجماعي ماشي الزعيم. مجموعه من الناس، ستة من الناس يقدروا نقولوا مثلا يديروا واحد من تو الجيش، حتى باش ما يكونش قال باللي هذه المؤسسه نتاع الجيش ما كاينش منها، يكون واحد من المؤسسه نتاع الجيش. فوضوا الجماعه نتاع الجيش قال ها هو واحد قال مثلا مقبول الى حد ما في المنطقه نتاع القبائل، مقبول يكون مقبول شعبيا. وواحد قال مثلا في المنطقه نتاع الشاويه والشرق يكون مقبول، وواحد قال مثلا في الوسط يكون ايضا مقبول، ويدير واحد في الجنوب يكون ثاني مقبول، واحد في الغرب يكون مقبول، ويكونوا مثلا زوج نساء حتى باش يكون التمثيل تاع المراه، لانه ما تقدرش انت تهمل هذا الجانب هذا. ويقدروا نقولوا مثلا يديروا واحد معهم من الخارج، هاي باش حتى الجماعه اللي راهم في الخارج هذو يحسوا باللي راهو عندهم واحد ثاني ممثل. بارك الله زوج فيك. مجموعه فيما بعد تمشي الناس بخطوات ثابته، حتى اذا كانت متثاقله ما يهمش، المهم تكون ثابته على جال باش انت راك راح دير تغيير حقيقي. اما هو انك تمشي انت في اللعب نتاعهم، روح استخدم الماده هذيك 102 او ماده واحدة اخرى او الاستقاله، رايح انت تعاود تعطي لهم الفرصه على جال باش يجدوا الواجهه، تخرج للجماعه نتاع بوتفليقه تجي جماعه القايد صالح ولا تجي جماعه واحدة اخرى، فهمت؟ بارك يخرج جماعه واحدة اخرى. حتى كيكون هذا المجلس الرئاسي نقولوا مقبول شعبيا والناس تاع ثقه،
الحراك الشعبي يكون شغل معاهم، مثلا يكون يشوفوا هذا إيه. الجيش حب كاش ما يدير التواءات، والله يضغطوا بالشارع، هما يضغطوا الناس بالشارع. ما يبيعوش كي تروح بارك الله، ما يبيعوش، يجوا ناس مقبولين. قال لك مثلا في منطقة القبائل كي يكون فيه نقاش وحوار، قال ها هو مثلا شخص مقبول، أم على بالهم به باللي ما يبيعهمش. نفس الشيء في مجموعة الشرق، قال لي شوفوا واحد ما يبيعهمش. نفس الشيء في الخارج، قال ها هو واحد ترك الثق فيه، كائنا من يكون هذا الشخص، هو اصلا يكون عنده نظام، يكون عنده نظام تاع نظام تاع 20 سنه إيه. مثلا ضد النظام هذا إيه. ماشي راح 20 سنه هو خاسر إيه. كلش، ومن بعد في الاخر يبيع. ماشي مجموعه السلفي، بارك الله فيك. والله جماعه كما قال له واحد، كي راح بابا متفق كامل ولا معارضين للنظام. ايوا هذه هي لازم واحد يكون صنديد، بارك الله فيك. يقولوا من 99 مثلا ضد العهدات في ربعة، من 99 من 95 من 94 هو يناضل وعنده مواقف ثابتة، ما تغيرش المواقف هذيك تاعو. مش يجي فروستر وتبين ويبيع البلاد. صح، بارك الله فيك. صنديد واحد وذكر الله هذيك النقطة تاع هذوك الجماعة اللي كنت تحكي عليها، من تاع جاو لتولوز. اخاطر انا شفت اللايف تاعك في النهار شوية، اخاطر انا لاباج تاعك كان داير نوتيفيكاسيون اي حاجة لايف والله يخرج لي. شفت اللايف تاعك هذاك وشفت الجماعة هذوك. انا نتشفى لو برومي مارس حكيت معاك مور دويل خمسة مور المسيرة، قلت لك انا اليوم في الجيني شفت واحد نتشفى لها ما بيش نتشفى، قلت لك انا شفت واحد درابوات هكذا الحالة ما تعجبش، وقلت لي انت ما يهموش هادو كم أقلية، خلينا منهم ما يهموش في هذه المرحلة. أخذت هادوك الأعلام تاع الجماعة هادو كتقع بالأزرق والأصفر برك، وشغل سبولة قلقها كده أما كيف سلع العلم هادك صحيح صحيح هادو ايه. أقلية صحيح هذا أمر، ولكن كاين بعض الناس اللي هم تنطالع لهم الحيلة. تذكر بارك الله فيك. تذكر مثلا في مدينة تولوز، مدينة تولوز درك هذوك مثلا كاين الأغلبية، أنا عايش هنا في تولوز، أغلبية اللي راهم ساكنين لهنا تقدر تقول يعني اللي راهم يشكلوا كتلة كبيرة ومجموعة تاع مستغانم اللي راهم يشكلوا هنا، يعني تقدر تقول العائلات يعني قوية هنا في مدينة تاع تولوز، هما الجماعة تاع مستغانم. دوك أنت لما تجي أنت بقضية وطنية تخدعوا، لكن لما يعرف الحقيقة نتاعك سي فيني خلاص سي فيني. هما المشكل هذا نتكلم على جال باش الناس تكون في الصوره، ومن بعد الله يسهل عليهم إيه. اللي يحبوا يروح يمشي معاهم الله يسهل. احنا ماناش ضد نقولوا هذه القران، انا مانيش انا ها الناس راني باين الصوره تاعي والناس تقص عليا، انا زايد في عزازك ولايتي زيوزو ونهضر قبيليه مليح ونهضر العربيه والاخر، بصح حنايا الاولويه كي نقولوا بارك الله فيك. حنايا لوغ مثلا شوف نعطيك امثله، نعطيك امثله ونعطيك اسماء. قادر دوك مثلا يجي انا كريم طابو راهو قبيلي، فهمت؟ بارك الله فيك. انا نحترم كريم طابو، ايه راهو قبيلي، نقدر نتكلم انا وياه ونقدر نتفاهم انا وياه وقادر نوصل له النتيجه. تتفاهم نورمال، تتفاهم نقدر نوصل انا وياه النتيجه. ايه نقدر نعطي له حتى لا بارول نقول له هاك هضر في بلاصتي نروح، باسكو علاش على بالي به باللي راهو انسان مناضل، حتى ولو اختلفت معه على بالي به بلي راهو انسان مناضل عنده رصيد نضالي، راهو قال مثلا دارس فاهم السياسه الى حد ما، عنده معلومات الى حد ما. تا واحد هذا قلت لك انا يجي يدير لك سيلفي ومن بعد يجي يقول لك انت شكون او دورك رايحه. والله والله الاغلبيه هذو تبقى في عمره، مع احترامي انا والله انا ما ندير حتى واحد، تبقى في عمره 21 سنه 22 سنه، جماعة هذه اللي جات السيلفي هذا اللي كيدور لهم بالسيلفي في الولايات، الناس قاعد تتبع. اليوم زاد دار لهم قلم غلقوا لي الباج تاعي وراه مختفي، الباج تاعو سبونسوريزي ما تقدرش تغلق، يعني افلام والناس مازال تتبع ربي يهديهم وخلاص. واش ايه وف ايه قلت لك في النقطه هذه تاع هذوك الحركه، الزعيم تاعهم عنده واحد الكنجور صرح فيك وعنده قنوات في العرب صات، انا نتبع هكذا الاطراف كامله نتبعهم ونتبنى الموقف تاعي، انا ما تبنى الموقف تاع حتى واحد. هذا هو الانسان العاقل،
بارك الله فيك انت. هذا هو الانسان العاقل يسمع للناس الكل ويشوف شكون هو الراي الحكيم، شكون هو الراي اللي يخدم البلاد، شكون هو الراي اللي هو ما يقدمش خدمه للبلاد. جماعه بارك الناس اللي مسيطره عليهم العاطفه تمشي فيهم. بارك العاطفة. الله فيك. نقدر نلعب العاطفه، نقدر نلعب العاطفه، نقدر انا قال مثلا نجيب انا مكبر تاع صوت شعب الجزائري حنين، ايه نحمس الشباب هذوك افونسهم قدام وقدام. هاكا احنا فتنا بالمرحله نتاع التسعينات، كاين بعض من الناس المرحله نتاع التسعينات لو كنت تتكلم له على بالحج يقتلك والله يشربك الدم نتاعك. بصح مع الوقت، مع الوقت لما الانسان يخمم ويفكر مليح ومنا، كاين بعض الكلام اللي تشوف فيه انت باللي ما هو عنده حتى علاقه بالوسم. ونفس الشيء هذوك راه كاين كلام اللي هو ما يفهموش لانه العقل تاوعو ما يستوعبوش، لازم له تجربه، لازم له يعني يحن يمر بها مآسي، لازم ان يدخل راسه في الحيط كيما الطفل هذاك اللي يشوف انت تقول له بالك تتحرق، او بالك بالك تتحرق، هو راه رايح، او بالك تتحرق هو رايح، كي تتشوي يدو يدو من بعد انت غير تجي تقرب له حاجه تقول له اقولك بعدني بعدني بعدني، خطر عليه تحرق راه ولات عنده التجربه، تجي تقرب له الحاجه هذيك ويقول لك بعدني. لا لا هادو نفس الشيء، ما عنده تجربه سياسيه، عمره لا ناضل، ما عندوش بطاقه نتاع الانتخاب، عمره لا حضر، جا هو لقى فرصه كيما هذه على جد باش يديفوا ليها على روحه. كاين الناس اللي راهم دوك ما عندهم لا بريسيون والله هذيك يجي هو يلاه، ولكن فيما بعد الغضب هذاك راه راح يروح، ما راهوش راح يقعد، غضب بيروح من بعد تولي انت تخدم عقلك، من بعد تشوف روحك واش كنت تدير. راك كنت تساند في ناس كانوا يستعملوا فيك، كانوا يستعملوا فيك مثل الحمار حشاك اللي راكبين عليه، والناس اللي راك تشوف فيهم انت اعداء نتاعك راهم هما كانوا يفطنوا فيك، كانوا يفتحوا لك في عينيك، كانوا يفتحوا لك في راسك، وانت راك كنت تسب فيهم، كنت تتهم فيهم، كنت تطعن فيهم، كنت تظن نهار طول انت تستعمل في النميمه، ظل تحكي فيهم من قبيل برك يحكيوا لي على جماعه هاو فلان هذاك هاو قال وهاو ذا كان يهضر فيك وهاو هذا كان يقطع فيك، ويجي هو يتلقاك اهلا سي فلان واش راك صافا لاباس والله لاباس اخويا صافا الحمد لله نعرفهم، وراه منهم اللي الان راهو يتبع فيا نعرفهم، بس هكذا معروفين بالنميمه ومعروفين بالوسم نتاعهم. في النقطة هذه باش نغلقها برك، في النقطة هذه باش نغلقها باش الناس ثاني تفيق، قلت لك الزعيم تاعهم عنده 15 يوم قال لهم لازم تستغلوا الوضع هذا تاع الشعب هذا اللي خرج وتخرجوا معاه وتخرجوا بقوة. هما كتعرف عندهم علاقات مع إسرائيل والأخرى ووزارها والأخر الإعلام، كتعرف الإعلام عند اليهود كيفاه، هو كي يجيب فرنسا طروال تما وكذا وكذا دي باش دو ميدي والأخر باش يروج القضية تاعها برك هذا ما كان ويشتغلوا هذا التجمهور. طلعنا معهم بالصدفة والله بالصدفة، جينا هبطنا قارينا طوموبيل وجينا طالعين بالصدفة، تلاقينا احنا والكاميرامان هذاك تلاقينا معاه بالصدفة بالصدفة في الاسانسور، في الاسانسور طلعنا معاه، كنت انا وكان معايا صالح هذاك طلعنا معاه، شفنا هزين معانا هذاك تاع المكبر تاع الصوت بالكاميرا، سقساها صالح قال له فرنسا تروا قالوا جينا باش نغطيو الحدث وكذا، وكنت انا معاه ثم نورمال، بصح ما يهمنيش فيه، انا ما جيتش على جال باش يوريوني، انا جيت من الاول جيت على جال باش نقول المباشر بالهاتف نتاعي والناس تشوف. إيه هما يشتغلوا التجمعات اللي ما فيهمش الغاشي بزاف هذوك، إيه يخيروا الناس يخيروهم على جال باش يمر. تاك تشوف انت 18 سنه في فرنسا، 18 سنه ما تفوتش انت في قناه، ويجي البارح واحد كان في الجزائر حضر التجمع في تاع الجزائر وجا عشاك يلاه فرصة يتكلم في قناة فرنسية. تايا خدم عقلك، علاه لماذا هذا الشخص اللي راهو عنده 18 سنة معارض سياسي يجيب لك ناس ما عندهم حتى علاقة بالوسمو؟ خلينا قال ذو قناة فرنسية، قال فرنسا راه تتكلم فرنسية، هاي عندهم فرنسا 24 راه تتكلم بالعربية، عندهم 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 أمور واحدة أخرى. جا قبيل هذاك تاع وسمو صحيفة جالية تاع لا ديباج دو ميدي هذا جالية، تخيل تكلم معايا زوج كلمات جاو دارو بيا خليتو رحت، قسما بالله جا يهضر معايا بدا يسقسي فيا قال لي انت هو اللي نظمت الوسمو، قلت له ايه، قال لي
نطرح لك زوج ولا ثلاث اسئله معليش. قلت له ما فيش مشكله يلا تفضل. هاي مصوره بالصوت وبالصوره جاي واسمه إيه تبت تبت اللايف خليته والله خليته ثم ورحت جو يهضر معه. لا إيه. لماذا هذا 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 يقول لك باللي ما كانش تعطيره، هذا يقول لك ما كانش تنظيم. كيفاش انت تحاصر في كلمه ويحب انت تبان؟ يعني مانيش نحوس نبان. هاي ليك، هاي ليك لا ديباج دو ميدي، هاي ليك فرونس 3، وزيد دي معها القنوات كلك. انا عندي لاباج تاع الفيسبوك والصوت نتاعي يوصل الى اعلى المستويات، اعلى المستويات يوصل الصوت نتاعي. في باريس ثاني صرا نفس المشكل، ما بيش اسكو لحقوك لي فيديو، شفت لي فيديو ولا ثاني دخلوا تما واش هو صراو صراو مناوشات مع مع القبائل تما، مع القبائل تما وطردوهم، طردوه واقيل هو شخصيا الزعيم تاعهم شخصيا اليوم في في التجمع تاع باريس في ساحه الجمهوريه. تما صرا نفس اللي صرا لك انت، واش هو تما كي كان الغاشي بزاف تما الجهه الاغلبيه كانوا تما هكا على بالك شكون طردوهم، طردوهم وصراو شويه تما مناوشات وراحوا. ذاك نفوت النقطه هذه نفوتوها، نروح انا تاع العمامره اللي راهو يروح لروسيا والصين. انا هذا نعتبره مهم، الدول هذو تاع اوروبا اللي عندنا اتفاقيه تجاريه معاه، من انا نعتبره كنوع من تسويق لما لما يسمونه هم الاصلاحات، اللي يسميه النظام الاصلاحات. تما هاي بانت في الاعلام باللي مظاهرات باللي حراك باللي هو يروح باللي كون كوا شغل رانا درنا اصلاح. شوف نقول لك، شوف نقول لك في القضيه هذه نتاع الروس ونتاع الصين، باش تكون انت والاخوه اللي راهم يعني هكذا في الصوره، ماهيش قضيه نتاع كوميرس ولا قضيه نتاع اسمه، هما على بالهم باللي قادرين يروحوا الناس حتى لمجلس الامن، وبالتالي هما لابد هو ان يشوفوا الدول اللي عندها صوت في مجلس الامن وقادره هي تستعمل حق الفيتو هذا كما يقولوا حق النقد، بالتالي هما يروحوا لهم على هذا الاساس، ماهيش قضيه نتاع نتاع اسمه. على بالهم باللي قضية قادرة تروح تروح لما تكون مثلا قال مثلا فرنسا راه قال نفضت يديها من الجماعة نتاع بوتفليقة، خلاص راك تشوف فيها هذوك من خلال وسائل الإعلام راه هي تبرر في هذه الرسائل. فرنسا تروى قال تي افان قال ليك قال ليك راه نفضت يديها، بالتالي هما دوك راهم يطمحوا على جل باش باش يكون هناك البديل، البديل راهم راهم يسعوا. فهمت درك هما هاد الناس راهم على بالهم باللي فرنسا نفضت يديها، دونك هما لازم يروحوا يشوفوا للناس اللي هما مضمونين. قال الصين راه عندها مصالح في الجزائر، عندها شركات، عندها كذا، عندها صفقات، عندها كذا، وروسيا نفس الشيء فيما يتعلق بالأسلحة وكذا، وعن طريق المؤسسة تاع الجيش ضامن، ضامن الرئيسي قال ها هو الموقف نتاعنا، هاو حنا رانا رايحين نسلموا السلطه ورانا رايحين كذا ورايحين كذا، بالتالي ما لازمش نتوما يعني تسمعوا لفرنسا ولا قال. فهمت هذه هي. ومع كما كان قبيل يقول الاخ نتاع واسمه نتاع دول الخليج نفس الشيء ثاني، راهم هما ماذا بهم ما لازمش يخسروا هما شريك بيان سور، كما خاصه الامارات. وفي النقطة هذه تاع سمع على المستوى الخارجي مثلا فكرة، وكون مثلا نشوفوا هكذا أساتذة ولا دبلوماسيين سابقين يأطروا هذا الحراك في الخارج ويحاولوا يتصلوا هكذا بالدبلوماسية تاع الدول، مثلا نقولوا سفارة في وزارة الخارجية، مسؤولين في وزارة الخارجية نقولوا تاع بلجيكا تاع سويسرا تاع الآخر تاع فرنسا، يحاولوا يمروا الرسالة هذه تاع الشعب هكذا. ما يعني ما تساعدش هذه القضية في رأيك هكذا؟ أنا صراحة صراحة ضد التدخل الأجنبي في القضية الجزائرية صراحة. أنا والله ماذا بيا لو كان ما نهضر حتى مع وسيلة إعلامية أجنبية، ماذا بيا؟ باسكو علاش قضية التدخل؟ صبرني صبرني صبرني، ما هو ما شوفوا ما يعاونوكش غير هكذاك، يعاونوك بشروط جملة برك. قضية لما انت تروح انت تطرق الابواب نتاعهم تروح ليهم انت باش تتلاقى انت مسؤولين وكذا، هما رايحين يسموه راك انت خلاص ما راك ولي صرت تخدم معاهم بطريقة اخرى، بالتالي درك غدوة غدوة لو كان نقولوا مثلا انت يا كي تروح انت معاهم غدوة قادرين يساوموا بالموقف هذاك، ما تشفاش يا فلان نهار كنت جيت لينا وكنت كذا وتطبطب في البيبان وتقول نروح وعاونوني وانايا
فهمت؟ دونك هما يعاونوك بشروط، يعاونوك بشروط غدوه هذوك. ولذلك ضد هذيك انت تروح، انت تروح لمجلس الامن ومع اللي كاين كاين اخو كاين كاين اخوه برك يطرحوها. ايه صحيح، كاين واحد الناس طرحوها سي بور صح، حبيت نعرف رايك فيها برك سما باش كي نتناقشوا معاه نشوفوا كيف نتناقشوا معاه. الناس تخرج اخوه هذو في دونجي هذا ستان دونجي بيان سور. هما طرحوها البارح في واحد اللايف، وانا واحد استاذ من امريكا، وانا قلت له ما تبان لي ما ماشي افاق، وبقات لي النقطه تاع الشعارات هذه. لازمك تخمم كانك انت راك رئيس دوله ولا راك وزير، ما لازمش تخمم تخمام نتاع واحد انه راه مجمعه حاب توصل للحكم. لا 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 صاحبي يا اخويا، نخمم في البلاد يا اخويا، معليش نضربوا في بعضنا، نتسابوا نتقاتلوا ندابزوا، وخلي كيما يقولوا يقعد مشاكلنا بيناتنا. حنا دوك الان رانا مضطرين على جال باش حنا نستعملوا في هذه الوسائل من اجل التوعيه. لو كان حنا لقينا راه وسائل الاعلام راه مفتوحه لنا، ورانا حنا نتكلموا، ورانا حنا نتواصلوا مع ابناء نتاع الشعب نتاعنا، على العين وعلى الراس. فهمت؟ على العين وعلى الراس. انا دوك لو كان تعيط لي القناه التلفزيونيه الرسميه نروح نحكي فيها وراسي مرفوع، واللي ما عجبوش الحال يضرب الزرنا ويروح يسمو. وتعيط لي قال قناه فرنسيه ولا امريكيه، نبريفيري القناه الجزائريه اليتيمه اللي بغاو يشوفوني ربعه من الناس، وانت دير الزرنا وضرب، ما يهمنيش فيك. انا الموقف نتاعي موقف وطني، فهمت؟ موقف وطني، ونشوف المصلحه نتاع البلاد، ما نشوفش انا الشوفات العليا. والله يسهل عليك تروح انت، يلا يسهل عليك، ما يهمنيش انا. و النقطه الاخرى برك هذه تاثير الشعارات كما قلت لك قبيله، سما تاع الانتخابات هذه الماده 130 وبعد 3 شهور الناس لازم تفوتها، خاطر انا نشوفوا بزاف شعارات يقول لك رجعوا لنا الانتخابات. لازم الشعارات شويه تتاثر وتكون واضحه سما. وانا تبان لي كما كنت تحكي نتايا تاع المجلس الرئاسي هذا احسن حل لي يضمن كما يقولوا هما الانتقال السلس هذا، لما في ما يدخل فيه لا الجيش لا هكذا لا والو، خاطر يبقى الوسمو. راهم دوكا كاين مؤسسات حتى ولو انه رانا قال مثلا مختلفين حولها يديروا خليها تقعد تاع مجلس تاع الاعلى للدوله هذا، ويقدروا الى حد ما هما يعينوا قال مثلا رئيس مجلس دستوري جديد، وقال قضاة ومحامين وكذا، وهما فيما بعد يحضروا الندوة وطنية، وفيما بعد تتشكل عليها حكومة نتاع وحدة وطنية، ويديروا اللجنة نتاع مراقبة نتاع الانتخابات تكون لجنة مستقلة فعلا، وتمشي الناس وحدة وحدة. خلي البرلمان راهو في بلاصتو، خلي راهو مجلس الأمة في بلاصتو، وامشي وحده وحده. خلي يا سيدي راهو بوتفليقه في بلاصتو، خلي عليه راهو، خلي عليه حتى يموت، وإلا مات ربي يرحمه وبسلامه بالعافيه، ودون تاع انتقام وتصفيه حسابات. لخطر لو كان تولي تدخل انت في الانتقامات وفي تصفيه الحسابات فيما بعد انت راك رايح تدخل البلاد في حيط. امشي بشويه نهار اللي تلحق الناس المستوى يعني هكذا من الوعي وكذا وكذا وكذا، الامور هذيك نتاع بناء الدوله ما راهوش راه يجي في خطر. كاين بعض من الناس راهو يعتقد باللي السمان الجايه خلاص فرات يا ودي، روح والله العظيم 10 سنوات هاني نقولها لك، والعلم مباشر والناس تسمع والكلام تاعي راه موثق. 10 سنوات هاني تحدثت في المره اللي فاتت في 2009 قلت لكم نعطيكم 10 سنوات، انا في 2019 نزيد نعطيكم 10 سنوات واحد اخرى 2029، مانيش عارف نكون حي ولا ميت. لو كان يحصل التغيير بالطريقه اللي حدوا عليا أرواح ليا تاع يصير التغيير بالضرط هذا، الضرط نتاعهم هذا، كم ما يكونوش فيه ناس يعني دي استراتيج، فهمت؟ ناس فاهمين النظام كما ينبغي وفاهمين هذا الموضوع نتاع هذا التغيير. التغيير يبدا اولا بتغيير الوعي نتاعك انت. كيفاش انت ما عندكش وعي حب انت دير تغيير باه ديروا التغيير هذا؟ كي شغل واحد ما عنده حتى علاقه بالطيران وحب يصنع طياره. ولازم الصبر تاني من لازم الصبر، لازم الصبر. انا فهمت تصنع طياره نتاع ورق ممكن، بصح باش تصنع طياره لازمك تكون انت خبير في الامور باش انت تصنع طياره
وتركب فيها ناس النظام نفس الشيء. سيد ما عنده حتى علاقة بالسياسة، والو والو ما عنده والو. كنت تقول له انت اشرح لي واش معناتها كلمة الوعي، ما على بالوش. اشرح لي واش هي كلمة النظام، ما على بالوش. وغيروا النظام يا خويا، خلاص كرهنا يا خويا، خلاص انا نروح النظام هذا صايس. في النقطة هذه قطعت كلامك تاع الشعب، درك الشعب اللي راهو يخرج هذا، قلت لك سمحنا رانا نمشيو في وسطو، والواحد الانسان يسمح هكذا ويهز في القهوة في الطريق الاخر، واحد واش يقول لك؟ يقول لك حنايا نغيروا النظام هذا باش يمحيوا لي الديون تاع لونساج. يا متقي مولاك، واش التفكير، واش التفكير هذا؟ واحد يقول لك انايا باش ندي سكنة، كل واحد واش يقول لك؟ درك انت يا او كيما كنت تحكي تاع التغيير هذا، درك لا ما تصبرش على هذا القياده اللي جايه، لا ما صبرتش عليها 3 سنين ولا 4 ولا 5، ما التغيير هذا ما تلمسوش هكذا، ما تبقاش حاجه من موسى هكذا. لازم هذه القياده اللي تجي ترجع ثقه للانسان هذا، ترجع تزيد له في الوعي تاعه، ترجع ثقه للناس في الخدمه في كل شيء. اخي علي المهم سامحني، راهم اخوه راهم يحتجوا. اسمح معليش، ايه معليش مر لهم الكلمه. ان شاء الله نزيدوا نعاودوا التواصل. واحد برك سقسك سؤال هنا يوم الصباح هو يدير يعاود فيه، قال لك كيف ترى مستقبل الحراك هذا؟ اعطينا التحليل تاعك، وانا ثاني حاب نسمعه ثاني. انا تحدثت في التسجيل الاول، راني تحدثت ثاني حراك هذا، راني قلت ما. انا في البدايه عندي عده ايام وانا نحكي في الموضوع هذا، قلت اذا كان معذرة إذا كان منحزش الجيش والقوة تاع الأمن والشرطة للشعب تغيير ما يحصلش. شفنا احنا بعض المظاهر وين أنه شفنا بعض الشرطة بدأوا يلتحقوا بالشعب، هذا مظهر من المظاهر اللي نتاع التغيير يقدر، ولكن لازم يعم، ما يبقاش في منطقة، فهمت؟ لازم يعم هذا الحراك على المستوى الوطني والشعب أو الجيش نفس الشيء. كي يلتحم الجيش والشرطة مع الشعب يبدأ يجي التغيير. مدام الجيش راهو هو تسمى شغل كي شغل صراع، فهمت؟ الناس ذوك في مرة تسمى راه ضد بوتفليقة، بوتفليقة رانا قلنا باللي منتهي. إذن لابد من هو أنه يلتحم الجيش. في حالة ما هو أنه الجيش ما راهوش ملتحم، تغيير ما يكونش، غير كون كاني قادر فيما بعد تصرى فيه الصدامات. الصدامات كون ما يكونش الجيش ملتحم الشعب ما يحصلش التغيير. والحركة في غياب التأطير ماشي الانفلات وماشي الإجهاف. ان شاء الله خير وخلاص. شكرا، خليو الاخوة يدخلوا. شكرا، الله يبارك فيك. نشوف ترى شوفوا هذا ترى وش اسمه هذا حاتم. حاتم راهو عندك كان بلوكاج بالهاتف نتاعك. تهضر بالكمبيوتر ما تقدرش تشارك، لازمك تهضر بال. شوفوا ترى هذا صالح، نفس الشيء الاخ صالح. صالح وحاتم عندكم من بلوكاج في التليفون. شوفوا هذا نسيم، نفس الشيء نسيم، نسيم حاتم وصالح. شوفوا ترى هذا ابراهيم. اخوة المهم اللي اتصلتوا دركا اني ذكرت الاسماء تاعكم، ما نقدرش ندخلكم لانه ما راكمش ربما تتكلموا بالهاتف، واذا كان راكم تتكلموا بالهاتف ربما راكم غالقين نتاع الاتصال هذه. واش هو الاخ حملي؟ والله قلت لي سؤال ما قرتش السؤال تاعك هذا، وانا راني نشوف التعليقات. اخت ساره نفس ايه نقاسمك الفكره. اخ ابراهيم مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. من راك تكلم فينا الاخ ابراهيم؟ انا من مكيك من ولايه وهران. مرحبا بك الاخ ابراهيم. الله يسلمك، صبركم له. الحمد لله، الله يبارك فيك. الله ينورك.
والله غير شويه شغل بدينا نفهموا الامور هذه، كنا شويه ما نش فاهمين وش معناتها الحيره هاك، وش معناتها منها كيفاش ندير، ودوك بدينا معك الحمد لله ما فهمنا وش كاين. سؤال، بغيت نسقسيك سؤال بك، نعم. يعني كيف راك تشوف زعما من على باليش دوك الانتخابات اللي تأجلت، يعني وين رانا رايحين اكزاكت، وين رانا رايحين؟ شوف نقول لك، شوف دوك هذه المجموعه اللي راهم في السلطه، القياده نتاع الجيش والجماعه نتاع الرئاسه، هما درك داروا الانتخابات في الاجل تاعها اللي هي 28 اعتقد ولا 18 ابريل، داروها في الاجل تاعها، وهما كانوا يحوسوا على جل باش يمروا بوتفليقه، ولكن هما كانوا متاكدين، عندهم يقين باللي بوتفليقه راه منتهي، وكانوا متاكدين وعندهم يقين باللي بوتفليقه ما يدورش العام، على بالهم بها، ومع ذلك هما كانوا يحوشوا يديروا الانتخابات في الموعد نتاعها، من جهه باسكو كاين بعض الناس اللي هما مش فاهمين الدوله كيفاش راها راكبه، يا وراه يسرى خلل تروح لبلاد تطربق، هذا هو شوف غير شوف موعد نتاع انتخابات مش في وقته، شوف واش راهو صاري، راه على بالك باللي قادر اشوف غلطه تروح لبلاد، تروح كما يقولوا سفيها على عليها. درك هما الجماعه لما داروا الانتخابات قروها داروها باش يديروها في الاجل تاعها، كانوا معولين على جل باش هما يفوتوا بوتفليقه، ولكن كانوا يوجدوا للمرحله اللي ما بعد بوتفليقه، اما انه ممكن الله اعلم ممكن بلكم راهم لحقت لهم هذه القناعه نتاع انه يديروا ندوه وطنيه، ومن بعد هما يسلموا الحكم على جل باش قال تاريخيا راهو قال بوتفليقه وراهو دار لكم الحريه ودار لكم كذا ودار لكم كذا، عرف روحهم باللي خلاص فيني، فهمت كي شغل واحد راهو رايح دوك هو رايح يموت، وما على باليش انا كان داير ودار ودار ودار، ومن بعد طلق قال بالك لا الله يغفر له ربي وبالك لا الله كذا، فهمتني؟ هما يحوسوا زعما شغل باش دوك الان انت راك امام امر واقع. دوك هما الجماعه اللي هما كانوا يتربصوا في المقابل، كانوا يحوسوا هو انه الانتخابات تجري في الموعد نتاعها بدون بوتفليقه. شفت شفت اسمه سوء التفاهم راهو، جماعه يحوسوا على جل باش هما يمشيوا الانتخابات ببوتفليقه من اجل الذهاب الى مرحله واحده اخرى، بحيث هو انه يمشيوا لهذه المساله نتاع ندوه وطنيه، ويزيدوا يقلموا بعض الاظافر نتاع مجموعه من الجنرالات اللي راهم كانوا الى حد ما ربما زاجينهم او كذا، ويمهدوا الارضيه لوضع واحد اخر، وفي المقابل كاينين الناس اللي هما كانوا يحوسوا على الانتخابات تجري في الاوقات نتاعها ولكن بدون بوتفليقه، لانهم عارفين ومتيقنين باللي اذا كان الجماعه هذو نتاع الرئاسه والجماعه نتاع القياده نتاع الجيش اذا كان توافقوا مع بعضهم وقرروا على جل باش الانتخابات تجري في الموعد نتاعها، معناتها باللي خلاص الامور مفصوله، هما كانوا يحوسوا على جل باش يروحوا الانتخابات بدون بوتفليقه. والشعب المهم فيما بعد، كاين اللي راه هو عازف، كاين اللي هو راه ممتنع، كاين اللي كذا كاين اللي كذا، المهم هما في زوج وصلوا لهذه النتيجة، بحيث هو أنه لما بدأ يخرج الشارع وش هو الحل نتايا؟ نتا حط روحك راك انت مسؤول، وراك انت تخمم على المصير تاع البلاد، ما تخمش انت على روحك، ما تخمش انت على الطموح نتاعك، قال أنا راه قال مثلا كيما نكاز، خمم على روحه مش خمم على مصلحة البلاد، خمم على الطموح نتاعو، قال راهم فسدولو الانتخابات ولا راه هكا فسدولو، كان يحوس يدير عرس والله مش عارف كذا فسدولو، قال دوك انا ننتقم وانا ندير كذا وانا ندير كذا، خمم على مصلحه البلاد. انا نشوف باللي يا هل ترى هذا القرار اللي راهم داروه، قال يا هل ترى القرار هذا يخدم في البلاد والله ما يخدمش، نشوف ليه من ناحيه ونقراه من عده زوايا، ماشي غير فقط هو انه برك قال انا نتبع هاد الجماعه. درك هما كان عندهم يعني نقولوا مجموعة من الخيارات، خيار الأول هو أنه يمشوا ببوتفليقة ويمروا الانتخابات مثل ما يحلو لهم، وبالتالي ردود الفعل
ماهيش مضمونه، ردود الفعل غير مضمونه، والدليل في ذلك راك تشوف ضبط الحركه راه موجود، ردود الفعل غير مضمونه، ردود الفعل ايضا داخل حتى الاجهزه نتاع النظام غير مضمونه، قادرين يخرجوا لك جماعه ويديروا انقلاب، وقادرين قادر تروح تمشي للانفلات. بالتالي درك هما كانوا يوازنوا ويشوفوا، قال ودي في حاله ما ندخلوا للانتخابات وبوتفليقة راهو منتهي، واش لو كانوا دخلوا تطرطق البلاد يخموا، واش لو كان درك حنا قال نتيريو بوتفليقة ما يدخلش في بوتفليقة للانتخابات ونخليو الانتخابات تمشي بالشكل اللي راها موجودة، الغديري مقري بن فليس كذا، قال كاين جماعة نتاع التوفيق، كاين جماعة كذا، كاين جماعة ما على بالهم حتى اللي وراها الدور، دونك حنا رانا راح نسلموا البلاد، نسلموها الناس اللي راهم رايحين فيما بعد، منهم اللي راهو راح ينتقم منا وينتقم من ولادنا وينتقم من الناس اللي كانوا معنا والأنصار وكذا وكذا. دونك حنا تخليوا الأمور هذه كيفاش نخليوها، خموا شافوا طلعوا هبطوا خلاص لحقوا لهذا القناعة. وأنا شخصيا القرار باش يكون الكلام تاعي موزون ودقيق، القرار نتاع التأجيل أنا معاه، أنا ضد النظام، ضد بقاء النظام، ولكن مع القرار تاع تأجيل الانتخابات، لخطر عليه هذا القرار تاع تأجيل تاع الانتخابات راهو جنب البلاد مأساة. لو كان ما داروش هما ما داروش هما القرار نتاع تأجيل الانتخابات، مثل ما كنت نقول لك يا إما أنه يروحوا ببوتفليقة أو بدون بوتفليقة، في كلتا الحالتين النظام راهو راح يتجدد بواجهات واحدة أخرى، وراح نزيدوا نستمروا على 20 و30 سنة، وقادر البلاد تدخل فيه نفق الله أعلم بالمخرج نتاعه. وكما كنت نقول لك الأمور مش مضمونة، بالتالي ذو قرار تأجيل هذا قرار حكيم، قرار سليم وقرار تاريخي، ولكن البقاء نتاع النظام ما راهوش ثاني نفس الشيء راهو راح يخدم البلاد. احنا دوك محتاجين على جال باش يكون هناك تغيير حقيقي، ليس استبدال شخص بشخص، وانما لازم الناس تفكر في المستقبل نتاع البلاد، تفكر في الاجيال، وتفكر في المصلحه نتاع البلاد، بحيث هو انه مثل ما كنت نحكي للاخ اللي من قبلك، هو انه يلتقيوا مجموعه من الناس اللي هما عندهم راجحه العقل ويفكروا في المصلحه نتاع البلاد، ناس حكماء، ناس عندهم تجربه في التسيير، ناس يعني ناس مناضلين، ناس نزهاء، ناس أكفاء، يلتقيوا من أجل المصلحة نتاع البلاد، يتشكل إذا كان راهم فيه إخوة هكذا راهم يسمعوا فينا في الجيش والله في الكذا، تتشكل يعني هنا مجموعة نتاع ستة، قال مثلا أربعة رجال والله زوج نساء، أو قال مثل ما كنت نقول قبل الأخ، قال واحد من الشرق واحد من الغرب واحد من الشمال واحد من الجنوب واحد من الجماعة هذو نتاع الخارج، واحد قبائلي واحد عربي واحد شاوي واحد مزابي واحد ترقي، تتشكل هذه القيادة هذه من أجل المصلحة نتاع البلاد، وتبدأ الناس تمشي خطوة خطوة. أما بقاء نتاع الوضع كما راه، راه راح تزيد الأمور، تزيد تمشي للإنفلات، وربي يستر البلاد. خطر هذا الخروج للشارع، هذا تخرج للشارع رانا قلناها مئات وآلاف المرات، تخرج للشارع ومن بعد ومن بعد خرجت تحتجيت اوكي رانا سمعناك، ومن بعد هذا اللي راهو دوك حراق هذا وكره هنا في فرنسا، هذا يقدر يغير النظام، باش يغيروا يغيروا بالسب، تغير النظام بالسب، تغيروا بالعياط، تغيروا في الصطاد، كيفاش تغير النظام؟ تغير النظام هذا راه 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 فيه واسمه برنامج، راه تغيير تاع وعي، راه تغيير تاع سلوك، راهو التغيير تاع مفاهيم، راهو تغيير تاع عقليات، تغيير تاع استراتيجيات، تغيير تاع نظم، تغيير تاع منهجيات، مشي قال تغير النظام، النظام مشي هو راح نحي تلك بوتفليقة نحيه، ومن بعد المنظومة التربوية كيفاش راح تبدله، راح تغيرها في نهارها، المنظومة الصحية كيفاش راح تغيرها، تغيرها في نهارها، في الرياضة راح تغيرها في نهارة، الجيش، الشرطة، درك، المخابرات، الأساتذة، الفساد راهو ضارب الأطناب تاعو حتى داخل الأسرة، داخل المسجد. بالتالي انت التغيير هذا مش انت نهار، التغيير هذا راهو يتبنى على مراحل،
تغيير الأشخاص لا يغير الواقع. تقدر تغير أشخاص، تجيب شخص حتى وتجيب إنسان حكيم، هذا اللي كنت نحكي لك عليهم أنا، تبروبوزي نتا مجموعة من الحكماء والعقلاء، أوكي، هذا يعطيه أمل للناس، قال باللي فعلا راهو كاين هناك يعني مؤشرات نتاع تغيير، كاين مؤشرات نتاع تغيير. مليح، حاجة مليحة هو أنه تعطي الأمل، ولكن ما تنتظرش أنت بين عشية وضحاها هذيك المرأة العانس تتزوج، وهذاك البطال يلقى خدمة، وهذاك المريض يبرى، فهمتني؟ كاين أشياء اللي قادرة تسرى، تسرى قال مثلا يقدروا جماعة قال يقروا ديروا عفو، أو قال مثلا الجماعة يتخذوا قرارات، ولكن قادرة تخفف هذيك القرارات، ولكن ما تحلش الأزمة. أزمة باش تحلها راه لازم لها خدمة كبيرة، لازم لها مؤتمر، لازم لها نشاط يعني طويل ومستمر، ومش هكذا بين عشية وضحاها تبني انت دولة جديدة، ما تقدرش تبنيها انت بنفس الممارسات نتاع السابق هذه. لازم العقلية تتبدل كيما نقولوا، لازم لها خدمة طويلة هذه. نمر الكلمة شارك شو واحد يبغي يسأل سؤال. شكرا للأخ إبراهيم، ربي يبارك فيك. شكرا شكرا. شوفوا ترى هذا الأخ سيد أحمد، الأخت والله مانيش أخت قبيل، كانت مانيش عارف كانت قبيل واحد الأخت، راحت لي مع التعليقات راحت. أيوة شوفوا اللي ترمزي الاسم نتاعك بروميسا، ما كانش، ما عنديش كيفاش ندخلك، لازمك تكوني تكلمي بالهاتف، ديري شوفي ديري لا ميزاجور، بالك لا ربما ما كش دير لا ميزاجور، ديري لا ميزاجور لازم بالهاتف، بالكمبيوتر ما تقدرش تدخلي، ديري ميزاجور وعاودي ادخلي عن طريق الهاتف، وتلقاي وين مكتوب تعليق تلقاي الرسم نتاع الكاميرا نتاع اطلبي اضافه وانتظري، خطر كاين لما يكون واحد يتكلم والله انتظري لما نلقاك في القائمه من بعد نعاود نطلعك، كي تديري ميساجور ولا عاودي اكتبي لي اسمو التعليق. شوفوا ترى هذا حاتم، بالك حاتم نعاود يقدر يطلع. هاي الاخ حاتم، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واش راك استاذ لاباس؟ راك سهران الاخ حاتم؟ والله غير يوم كنت في لابلاس دو كابيتول جيت شويه كي جيت عقل. اما جيتش البارح يا صاحبي، تفاهمنا على الجلب باش نستقبلوا البارح. ايه البارح على بالك، ايه دوك يكونوا عندك تكون عندك عائله وكذا، من ما تعرفش كيفاش يجوك ال ولا احنا ما عندناش العائلات هو يا انا بالعائلات كنت اسمع شوف نقول لك اللي يدير النضال هذا ينسى ولادو ينسى دارو ينسى راني نشوف دوك انا الناس راه راقده وحنا انا نهضروا راني معاك انا لازم فيها طحيات لا صح يا اخويا اسمع راك اسمع كيما قالوا انت العسكر مازال كبلو احنا تردينا خلاص معليش ربي يكون معك ان شاء الله. كاين فرق بين واحد 18 سنه نيزال ولا ما يشعر واحد كما نقولوا 30 سنه الله يبارك 30 سنه تما كاين فرق فهمتي. ربي يكون معك ان شاء الله. حبيت ان نهضر على اليوم على التجمع تاع اليوم باسكو انا كي وصلت شفت شعارات اللي ما فهمتهمش، شفت ناس تهدر نيمبورت كوا، قلت وشنو هذايا، ما بالك شفت ماكرو شفت كذايا، قلت حنا كيف نحوس نسقمو البلاد وشوفوها هكذا، والاخويا يهدر ما حبش يطلق الاخر، ثم جبت شويه اللور قاعد نشوف فهمتني. ما حتى انا خليتهم قلت لصالح هذا، قلت له طفي اسمه نتاع المكبر تاع الصوت هذاك، وجيت قاعدين يعيطوا لي ارواح قلت لهم روحوا حتى تبردوا، كي تبردوا من بعد دير الهربي طريق، خليتهم حتى نكملوا الشرك تاعهم هذاك، ومن بعد عاودت حكمت لابارول، ومن بعد شفتهم نفس العقليه وسمو، ايا قلت الجماعه يلا ايا
لا لا ما شفتك، ما خمست مع صاحبك وقي صالح ولا مش عارف اسمه، اللي كان شد الباف والميكرو كذا، بعدين بعد شد خالوطه، شفت ناس تهضر ناس تعيط، الاخ يقول خليني نهضر، الاخ خليني يعني شغل جو باش زعما قال عنده شغل حب كبت هما تعرف الداخل نقول حب لك كيفاه يخرجوا. كيفاه داروا. شوف في مجموعة عند حوالي 10 من الناس هكذاك، 10 ولا 15، كي جينا احنا كانوا ناس، كانوا ديجا كانوا ناس يستناو فينا، كي جاو مباشرة جاو لعندي قالوا لي باللي احنا اللي رانا نظمنا التجمع. قلت له انت وشكون وعلاش راك تهضر معايا بصفة واش بريفي انت راك تهضر معايا بوليسي واش تهضر معايا انت؟ اللي يجي لي قلت له احنا رانا اورانج، باش الناس عندهم يجي لي درنا اورانج. التجمع، رانا رحنا طلبنا لوتوريزاسيون من لا بريفكتور. قالوا لي اوكي المهم منا، المهم ما ديرش الاخر ذاك، ما ديرش تاع مكبر تاع الصوت. قلت له علاش ما نديرش مكبر تاع الصوت؟ تعطيني انت تملي عليا انت انا ندير مكبر صوت ولا ما نديرش مكبر صوت؟ المهم من بعد قالوا لي اوكي خلي دير المكبر تاع الصوت حنا نجيو من هنا. وكأنك انت تتعامل مع ناس كأنه يشوفوا فيك كأنك مبتدئ في السياسة، هم الهدف تاعهم مش هو على جال باش هما الشعب يروح لثما وانت تقعد وحدك، باش ثما لما هذيك الوسيلة نتاع الإعلامية اللي راهم رايحين يستعملوها هذه نتاع فرانس 3 يبينوهم هما ثما وانت راك وحدك لهيه شغل زعما انت. قلت له انا اسمع راك تحكي مع واحد عنده 30 سنة في السياسة، راك تحوس على فرانس 3 راني زودت لك بها، ما عنديش حتى انا واسمه بفرنسا رواي ليك، ما عندي ما ندير بها. ومن بعد قلت له هاو واسمه احنا المشروع نتاعنا، هاو البرنامج تاعنا. قال احنا نحوس نديروا دقيقه نتاع صمت ترحما على الناس هذو اللي استشهدوا اثناء الثوره، لا سيما ونحن في شهر مارس اللي استشهد فيه العربي بن مهيدي وكذا وكذا، نديروا دقيقه صمت لانه راهم فيه ضحايا نتاع ماساه وطنيه، نديروا دقيق صمت لانه راهم كاينين الناس اللي توفاو في هذيك الحادثه تاع نيوزيلندا، من بعد نديروا النشيد الوطني، ندير انا كلمه، ومن بعد نفسح المجال للناس باش يتكلموا وكل واحد يدلي بالراي نتاعو يتكلم باي لغه وسمو يساعدوا، وننهيو كما اقتراحات والله ونخرجوا بحاجه اللي يسمو. قال لك اوكي بداوا راحوا تلموا ثم وبداوا منا. شفتهم انا واسمو خليت لهم الاخر، جيت انا حاولوني جمعتهم والله خلي عليهم حتى يبردوا ومن بعد يدير الحرب يطرق. لا لا يعني ما شوني معاك سا سو فوك اللي مازال كنت نقول تان مو دي مانيفيستاسيون حنايا لي زالجي اون جينيرال، انا با لا ما عندناش وما لابيتود دو لا مانيفيستي عندهم قلت لك فريمون. حوالي 10 من الناس دايرين الاخر ذاك تاع لي جيلي هذو، جيلي روج والله جيلي روز والله، زعما كوم كو باللي هما اللي راهم ينظموا. وانت راك شفت الفوضى اخي، راك شفتها بعينك. ماشي مقطعة وماشي وكل كذا، واحد يجي لي ومنظم اعطيني بزاف. الميكرو اعطيني الميكرو اروح اعطيني الميكرو اعطيني الميكرو اعطيني الميكرو. قلت له طفي طفي جدو وي روح. لا لا هي شوف لازم كيما نقولوا، باسكو علاه كاين بزاف ناس انواع، كاين اللي قاري اللي ماشي قاري، كاين اللي جامي شاف تجمع تاع لي زالجيريان في حياته ولا جامي مانيفيستا ولا تما، كاع يتخلط كاع في بعضه، وما يخرج لك بهذاك واش شفناه. المهم ما نقولوا الجماعه تاع اللي شفناهم اليوم ما يمثلوش الحراك اللي راهو صاري، باسكو شو سي نيمبورت كوا بالنسبه ليا. باش يلا باش نولوا الموضوع تاعنا على تاع اللي راك دايرو تاع التأطير طيارة هذا تاع الاخر. حبيت نعطي رايي في هذا الـ في هذا الـ في هذا الموضوع. انا مع التأطير، ما نكذبش عليك، نعطي رايي اون طونك الجيريان حر مع التأطير، بصح وشنو لازم تبدا الخدمة، ما نقولوا التأطير لازم تبدا في كل جهة يخرجوا الممثل تاعهم، يعني باش كي يجي الوقت باش نيغوسيو مع هذول واش نقولوا لهم النظام، نكون عندنا ناس اللي يمثلونا، فهمتني؟ انا هذا واش كيما نقولوا المحكمة، كيما سمحتك هدرت على المحامين يخرجوا واحد ولا زوج فيهم، والمعلمين والاطباء ايه الطبقة تاع الاخر نخرجوا اطباء يكونوهم. فوالا اطباء كلهم كل الناس اللي راهم مشاركين في هذا الاخر، ويكونوا هذ الناس كلهم يشاركوا نقولوا مثلا هذ الناس اللي راهم يمثلوا الحركه على المستوى الوطني وفي الخارج
يشاركوا هما في تاسيس هذا المؤتمر اللي راهم يسميوه دوك مثلا قالوا جماعه نتاع اسمه الندوه. انا نقول مؤتمر خطر عليه مؤتمر يكون فيه نقاش قال لي مده يومين او ثلاث ايام والله حتى الاسبوع وراه المشكل نقاش من اجل النهوض بالبلاد تشارك كل الشرائح نتاع المجتمع صحافه طبقه نتاع العمال نتاع البطالين نتاع نتاع الجيش كل الناس يديروا ممثلين على المستوى الوطني وتخرج قولوا مثلا لجان قال مثلا في ولايه مثلا من الولايات نهزوا مثلا قال مثلا سطيف قال مثلا سطيف تعداد تاع السكان تاعها كذا كذا قال مثلا مليون مثلا مليون قال احنا لكل 100,000 نقولوا مثلا نديروا خمسه مثلا خمس ممثلين قال عدد مليون عندكم اضرب شحال يطلعوا نقولوا 50 هكذاك من بعد نقولوا احنا دركا هذوك الخمسين يمثلوا شرائح مختلفه قال مثلا فيه الاطباء فيه الاساتذه فيه العمال فيه البطالين فيه قال مثلا هذو الجماعه نتاع الجيش هذو من المتقاعدين كاين المتقاعدين نتاع ثاني ايضا العمال وكذا ومن بعد في كل الولايات يكون نفس الشيء هذوك هما فيما بعد يشاركوا في المؤتمر ويدي يتناقشوا حول خطوط عريضه فيما بعد لما توصل الناس ولو انه هذا الامر يحتاج شويه الوقت لكن الان الشيء العاجل هو تاسيس هذا المجلس هذا انا ماذا بيا باش يكونوا مجموعه من شخصيات سته من الناس والله عشره والله اللي هما يدي يشكلوا قياده جماعيه فيما بعد اللي هما يشوفوا ناس اللي هما يقدروا يمشوا يديروا مؤتمر وتبدا الناس تحضر له نقولوا مثلا احنا الان رانا في مارس افريل ماي جوان جوي راهو نقولوا 3 موا حتى قريب 4 موا قريب 4 شهور تندار هذا يندار هذا المؤتمر في خلال 4 شهور فيما بعد تحضر الناس للانتخابات الرئاسيه قال جويي قال اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر قال مثلا تكون الانتخابات الرئاسيه في هذه المدة يتشكل المؤتمر تتشكل الحكومة نتاع الوحدة الوطنية والله الكفاءات وتتشكل اللجنة نتاع المراقبة نتاع الانتخابات وتجرى الانتخابات الرئاسية مهما كان الأمر ما تبوت في لقاء والله أحياء والله ولا يلعب مع ليكيب ناسيونال ما يتغير والو المهم هاو احنا الموقف نتاعنا كيفاش احنا نروحوا نمشيو تمشي ناس واحدة واحدة لا لا نقول لك دوك المشكل وراه دوك المشكلة في الوقت نقول لك على دوك المشكل عليه دوك كون ما نزربوش نكونوا ناطروا الحركه تاعنا راحين هما ياطروه النظام راح ياطروا على طريقه تاعو فهمتني ديجا هو بدا فيها او بدا المير هو بدا يستدعي واحد زعما اللي يمثل الشعب واللي يمثل هذيك الولايه ولا اللي يمثل هذيك الدائره تما لو كان احنا ما نبداوش نخدموا والشعب ما يبداش كذا منا ما يبداش يخرج في الاخر تاعو راح يسبقونا وحتمثلنا جهه اللي ما تمثلش الشعب النظام ماشي عنده غلو اسمه هذاك النظام هو يستعمل عامل الوقت ويعرف جيدا العقلية نتاع الشعب يعرفها أحسن مما راهم يعرفها بعض الناس اللي راهم يدعوا أنهم معارضين يعرفها من خلال المعطيات ومن خلال الأرقام ماشي غير هكذاك برك هما يقدروا يستعملوا عامل نتاع الوقت على بالهم باللي الشعب قال مثلا راه بدات الناس تكره راهم يسمعوا في الهواتف النقالة راه عندهم تسجيلات نتاع السكايب نتاع الفايبر عندهم كل شيء يعرفوا من خلال الاتصالات هذوك والله راهم على بالهم راهم عندهم ناس خبراء قال الأمور وين راها ماشية ومن بعدهم من خلال المعطيات اللي راه عندهم يتخذوا قرارات شوفوا هم قادرين يستعملوا الأمر هذا ويفشلوه مثل ما فشلوا الحركة تاع العروش ومثل ما فشلوا الفيس ومثل ما فشلوا واسم واحد اخر يا ودي راه النظام والله ما يقدر عليه غير ربي والشعب الجزائري ما يقدر عليه غير ربي انا عندي اسمح لي عندي خوف وحيد برك انه هذا حيدي وقت هذا باش نأطروا الشعب بوندون هذو لي 3 موا ولا لي 4 موا اللي قلت لي عليهم زركا الخوف الكبير انه الحركة هذا يبدا يتراجع يبدا يفهمني تما دوكا الحاجه الاولى هو انه كيما قلت لك تبدا الناس في المجلس هذا تشكيل تاع مجلس نتاع اعلى الدوله
لازم يتصلوا قال الناس اللي راهم دوك مثلا معروفين الى حد ما، مجموعه من الشخصيات يحاولوا يقنعوهم ويتصلوا بالقياده نتاع الجيش، قياده نتاع الجيش. واذا كان راهم دوك مثلا هذو من العائله نتاع بوتفليقه قالوا دي راكم على بالكم بيه، ما نضلوش نحكيو، البلاد راه في خطر، حنا راه الشيء راه مطالبك دخل بلا تروح تدخل البلاد في منزلقات الله اعلم بها. في رايك، في رايك السعدي سؤال، في رايك يقدر الممثل كي خرج الممثلين توعوا الحراك هذا، في رايك كي يقدر باش يديروا الضغط على النظام هذا، يقدروا يروحوا كيفاش يقدروا يروحوا لمجلس الامن باش يديروا لا بريسيون على النظام هذا اونكور بليس باش يروح، يقدروا يروحوا لمجلس الامن بالتمثيل تاع الحراك. واش من مجلس الامن؟ مجلس الامن شي الدولي مجلس ولا؟ الامن الدولي. دولي. انا قلت لها، قبل قلتها للاخ هذاك، ان هذه قضيه نتاع تدخل اجنبي ضدها. فهمت؟ انا ضد هذه المساله نتاع تدخل اجنبي. حراك يقدر يكون داخلي، كيكون حراك مؤطر يبقى متواصل ولو نقولوا بشكل متقطع، يقدر يكون متواصل. مش بالضروره انت كل اسبوع دير مسيره، كل 15 يوم، كل شهر. فهمت؟ لازم يكون، شوف انت هما يلعبوا على عامل الوقت، انت ثاني نفس الشيء، لازمك تستعمل الصبر والنضال المستمر وتبقى تضغط الى غايه هو انه حتى دوك لو كان غدوه يكون حراك مؤطر، ماشي كيما راهم درك. شفت انت قبيل قلت لك انا المظهر هذاك تاع تولوز، تخيل انت راه جات النهار ثم تخيل لو كان راه جات النهار ثم وتصور ولا راه جات التلفازه النهار تلقاها خابزه، هاك شفت تاع فروستروا كيفاش فوتوها، كانه ما كان والو، تا كنت حاضر، كانه ما كان والو، نورمال وفوتوها عادي خلاص. وهاهم لي ريبريزونطون تاع الناس وكذا، السيد كان البارح عايش في عاش في الجزائر، جاي الله ثم عايش ناطق رسمي يتكلم ونورمال. اللي يهضر على بوتفليقه مات، اللي قال بوتفليقه مات ولا جو سي با. شوف الناس سمحتوا بدا يهضر على فرنسا ولازم نديروا الاخر، انت تلها ببلادك، انت دوكا تلها ببلادك، شوف البروبليم كيفاش راهو، وفرنسا كي تشوف بلادك ضعيفه سي نورمال تستغل الموقف دوكا، واش حتى لازم تخدم بلادك، كي تولي بلادك قويه ثمك ساهل. اوكي المهم استاذ، احنا نخلو كلمه لناس واحد اخرين. صافي ربي يبارك فيك. المهم ان شاء الله ربما مره نزيدو نعاودو نتلاقاو، راه عندك تليفون ممكن تشمالك نفكروا في حاجه واحده اخرى. ان شاء الله الناس هذوك من صاي خلاص غسلت يدي معهم، ممكن نفكروا في حاجه واحده اخرى. انا نفكر في هذيك القضيه نتاع الباطو هذيك، لو كان نلقاو ناس يعني نتحركوا لها ونديروا نشاط وحدنا خويا، مش بالضروره احنا لا ان شاء الله. انا راني قاعد هذه السمانه ان شاء الله، وجب لي ربي نجوز نشوف هذوك لي باتو كيفاش يكريوهم ولا باش ندير. لا هم عندهم سيت نتاع انترنت، يقدر الواحد ينيغوسي معاهم، يلقاكش مع ام بري هكذا اللي يساعد الناس الكل. قال ما على باليش انا ويتورو ولا ديزورو ولا، وتجي الناس هكذا نشوفوا 100 200 سي بون، 100 200 واحد تلتقي الناس ونديروا نشاط مقبول هكذا اللي بعيد عن البلابلا هذه ان شاء الله. لا بالهدوء، الناس تتكلم بالواحد وتكلم الناس ونديروا النقل على المباشر ونورمال عادي، ما نحتاجوا للاعلام تاعهم ولا الصحفيين تاعهم. لا ديجا كي دير هذه ديجا حي دي باسي باسكو شتيني دي اوريجينال، حد دي باسي الاعلام اصلا تاع شوفوا مع الاخوه بالك غدوه بلا، المهم تحب نتلاقى ولا نجد نشوفوا مع الاخوه نديروا فيها دردشه وننطلقوا فيها. انا هذه تاع انت نروح مع هذه تاع الكابيتول، وهذه سي بون تحكي انت مع انسان واحد راسو حابس انت يا ما. ان شاء الله نتلاقاو ونروحوا بالك اليوم ديريكت ولا نشوفوا كيفاش نديروا. اوكي شكرا للاخ حاتم. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا. هاي واه الاخت هذه نورمالمون انت تطلعي.
افترض هو انه المره دي تطلع، يعني طلعتك الاخت اللي ترمز للاسم نتاعك برميساء. ايوه الاخت الان. سلام. وعليكم السلام. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك اولا نحيي كل الاخوه المشاركين، تحيه من ساكنه هنا في اوتاوا في كندا. ما شاء الله. الله يسلمك خويا، ربي يعيشك. الله يبارك. واحييك اخ انك جمعتنا وراك تعطينا في بعض الامور اللي احنا بالك ما نعرفوهاش وتوضح الامور. واحيي روحك، روح تاعك الوطنيه الممتازه. ربي يبارك. وان شاء الله ربي يخليك انتما في اللي بكم ان شاء الله تبقى بلادنا واقفه ان شاء الله. حاجه حبيت باش الجزائريين وكل دول إسلامية تفهمها، بلي ان ما كان مجلس الامن اللي خاوي يخمم عليكم ولا امريكا ولا فرنسا ولا كي تقول على ماركون ما قاليش ما على ما دعمش الشعب الجزائري راه يدعم الحكومه. يا ماركون يحوس على المصلحه تاعو. اولا حنا عايشين في الدول الغربيه هنايا، وشنو هي ثقافه تاعهم تاع الحكماء تاعهم؟ انهم المصلحه لشعوبهم. فأمن المجلس الدولي هما من دمروا العراق، وهما من ساهموا في تدمير العراق وسوريا وكما يقول لك افغانستان والى اخره. صافي الشعب هذا ما لازمش يخمو باللي ماركو راح يجي معاك ولا بوتين ولا. خم على سواعدك وعلى الفكر تاعك. وعلى القوة تاعنا والاتحاد والاخر، هذه هي قوتنا مش مجلس الامن هذا نحوم. نعم. والاخت وش هو الفرق؟ وش هو الفرق بين هو انه هذا الانسان اللي انت راه دوك هو كان يحتمي بفرنسا ويحتمي بامريكا، وانت هاك نفس الشيء هاك تقوم بنفس الاسلوب. اي نفس الاسلوب. يعطيك الصحه بارك الله فيك. صافي هما انت تعيش ولا ما تعيش ما لا يهمه الامر. هو الامر كيما ماكرو دوكا ويحوس كيفاش يريقلي المشاكل تاع لي جيلي جون على ظهور يوجد كما وجد ساركوزي في ليبيا كيف حل المشكل الاقتصادي اللي كان تعيشه فرنسا في تلك الايام. اوكي هذه كما يقول لك نغلق القوس، مش حاب انك تتكلم عليها كثير باسكو نبدا. ثانيا نشوف نتابع في السياسه في الساحه واش راه يجري في الجزائر ونشوف من ممكن واش لقيت. يعني على باش توافقني الاخ، يعني كل واحد قابض جماعه وينده وحده ومع نقاز. تاكي تدخل لاباج تاع نقاز وي لو بريزيدون ما كاش كيما هو الجماعه تاع الاخ، يعني احترمه بوشاشي تبع فيك تدخل الاخر غير هو. يعني كل واحد قابض جماعه ما كاش ما شفناش تناسق ما بين كل هذه المجموعات باش يعطوا فكره وحده وراي واحد ويوجهوا الشباب هذا لثائر في الجزائر. لازم الشباب هذا، لان الشباب هذا اللي نشوفهم يخرجوا كامل واحد مسكين شومير وواحد ما عندوش واش يدير يخرجوا صح من مسيرته كي بصح ما كاش واحد اللي يواجههم. نشوفوا مثلا الناس مش فاهمه اش كيديروا لا غير ما يديروش واش يديروا شغل من جي جور لوندوم ما مش عارفين واش يديروا. صافي لازم لهم التنسيق. وحاجه مهمه انا شفت بعض المتدخلين مثلا واحد جورناليست اسمها كانت في البكري جورناليست في فلا تي في دوكا يديرها واج مع وحدها وتحكي وتقول لا ما خصكمش تتفاوضوا معاهم، خصكم تقولوا لهم حطونا المفتاح وروحوا حنا ندخلوا. قالوا لي وحده الفكره هذه حطونا المفتاح. واش حسبتيها فيلا دار تحطي المفتاح؟ هذه دوله وعندها بزاف حوايج، عندنا الحدود تاعنا مع نيجيريا ومالي اللي خصهم تكون مؤمنه. كاين اسرار، كاينه اسرار، كاينه اسلحه. قسما بالله لو كان طيح هذه الاسلحه وهذه الاسرار عند المهابيل هذو قسما بالله هي الدوله ما تقعد 24 ساعه 24 ساعه تروح والله تروح. صافي. وحاجه ثانيه احنا الجزائريين بيننا مهما كان صح كما يقول لك نظام فاسد وكامل، بصح ممكن كاين بعض العناصر في النظام اللي ممكن طيبه سرقوا صح ما كاش واحد الميسر. انا نضمن ما نضمنش نفسي اني نحكم الحكم بالك انا من يعني انا نعرف شخصيا نعرف ناس اللي كانوا هما دوك في داخل النظام ضباط في الجيش ناس مسؤولين كبار نعرفهم معرفه شخصيه والله خدام نورمال
خدام كأيها الناس، عنده سكنة في الباطيمة كأيها الناس، طموبيل كأيها الناس. والله العظيم مرات تكون انت يقول لك بالك تجبد اسمي، ما يحبش حتى يبان. صح صح، وانت تروح تهضر مع كبران، كبران في الحرس اسمه تاع الحرس البلدي، تهضر معاه تقول انت راك تهضر استغفر الله يا ربي، مع من راك تهضر؟ هو هيك تلقاه راهو ضابط سامي، والله العظيم غير يستحي باش يقول لك انا راني ضابط، والله غير لك كان يعني صح يعني نقولوا تقاس هكذا والله اسمه. ومن بعدي انا صرات لي شخصيا مع مره مع واحد، كنا هكذا في مجموعه قاعدين نقصروا هكذا، وكان معنا واحد هكذا يعني من الهيئه نتاعو واسمه، كل كلمه نقول له انا يسكت انت خليني يرحم والديك، نقصروا هكذا نقصروا هكذا، نقول له انت واش تعرف انت يرحم والديك، قاعد جيب لي ايا قعدنا هكذا. من بعد قال لي صار حقرتني يا، قال لي هاي البطاقه نتاعي شوف اقراها مليح. شفته تحيت له، قلت له اخويا موينه والله غير يعني رجاله ما شاء الله، ناس ما يحبوش يبانوا، ما يحبوش يبانوا يبانوا صح صح. حنايا كما يقول لك حنا الجزائريين مرحله نتاع الشباب مثل ما راهم درك هذو الان، انت تبين فيه، انت توري له في الطريق، باسكو علاش حنا رانا نهضروا بالاكسبيريونس، تجارب مر بها الانسان. صح صافي، كما يقول لك لازم نحكموهم، نجلسوا في طاوله واحده، قال انتم واش راكم تخمو، حنا واش نخمو، نوجدوا حلول فيما بيننا نتكلموا. كاين في في في, في تاريخ كاع كي تشوف من التاريخ الاسلامي حتى دروك، ما كانش حرب ولا حاجه صارت حتى فلسطين مع اليهود تفاوضوا ما بينهم، كيفاش احنا ما بين الجزائر ما تفاوضش مع الحكومه؟ صح لازم عامل بصح، لازم المفاوضات مع فرنسا اللي قتلت الشعب الجزائري وتفاوضنا معاها على الخروج من الجزائر. مفاوضه لازم ضروري، خصنا نتفاوضوا معاهم، خصنا نهضروا معاهم. واش نتوما واش راكم تحاولوا نفهموا العقل، واش راكم تخموا؟ مهما على السراقين دايرين وعاملين وعاملين، بصح خصنا تكون لا كومينيكاسيون. بحال كيما هنا مثلا في كندا يصرى بزاف بزاف اختلافات ما بين الحزب الفلاني والحزب الثاني، بصح كي توصل المصلحة على هنا الشعوب تاعهم البلدان متقدمة طويلة، كي توصل المصلحة تاع الوطن كامل يتجندوا كامل في طابلة واحدة، مهما يكون العدو تاعو اللدود يجلس معاه في طاولة واحدة ويتكلموا ويجدوا حلول وكيما قلت لك ياخذوا المصلحة تاع الوطن قبل كل شيء وكل شيء كل شيء. إيه على شنو هنا مثلا هنا في فرنسا صارت قال مثلا عمليه هذيك نتاع في نوفمبر، المهم صارت واحد العمليه هكذا، تشوفي تلقاي انت ساركوزي مارين لوبان هذاك فرانسوا هولاند كامل على طاوله واحده كامل. لماذا؟ لانه الجزائر فرنسا مستهدفه، احنا 200,000 قتيل، 200,000 قتيل تهضر معاك يا ودي خلينا من الماضي، انت يرحم والديك انت يا تهضرنا انت على الماضي، يا هضر لي على دوك انا تهضر لي انت على الماضي و200 الف والفيس وما على باليش واش الناس، باسكو ما عندهم حتى علاقه بالسياسه. ويحكيك على حاجه ما قبل التاريخ وحاجه قدامه قدام عينيه مش يشوف فيها، نقص وعي، وعي نقص بزاف، نقص بزاف. صح بارك الله فيك. وحاجة فانيك اللي حب أنوه عليها، لأن الناس أنا في الفيسبوك رجعت تبارتاجي أي حاجة، أي حاجة، أي معلومة خاطئة 100% يبارتاجيو برك. وشي واحد زعما مثلا يقولوا بلي الإنسان هذاك هاو توافض، بالك عنده نوايا حسنة، هاو توافض تفاوض مع ديك جابوه، تم تلقى لاطاك في الفيسبوك إنسان سرق وجبدوا له من واحدة تصاوير فوتوشوب وجو سي با، الدنيا راه خلخلوها في الفيسبوك، خلخلوها الناس ما عرفتش واش ممكن يعني ممكن انسان يكون طيب. انا مره كي جبت انت فيها مره بعت لي واحد فيديو نتاع ويحيى عنده واحد لامين وقيله والله واحد يعني وانسان حاط روحه سياسي كبير، قلت له الفيديو هذا راه مفبرك، راني ضد يحيى ضد السياسه نتاعو، بصح الفيديو ذا راهو كاذب، راهو محرف، راهو تريكاج، راه مونتاج،
قال لي كيفاش انت صاحبي انت تقول لي، قلت له روح الله يسهل عليك، شراني نهضر معاك انا فيديو مارك بينه، انا نقدر ناخذ لك كلمه منه وكلمه منه وكلمه منه ونقولك ما لم تقله. والله انا اليوم تضحك عليا ولا غيصت فيديو ديال تاع فلامين بوتين تاع رئيس هذاك روسيا، ويلقي في خطاب على الشعب تاعو، الشعب تاعو يصفق قالوا هذا، ويتكلم على الجزائر قاعد الناس تقول شكون يعرف الروسيه طرج منا وشكون كيفاش بصح، والناس كيش غدا تامن يعني باش تشوف يعني الوضعيه وصلنا ليها. رجعوا يبارطاجوا اي حاجه من دي، فتجيبوا لك ان دوكيمون تاع تعزيه، ام يخربطوا. المهم ما نزيدوش ندخلوا في الاخر، هذه يخص لها فريمون حاجه. والمشكله كما كنت تقول، الناس زعما قاريين محاميين مثقفين وقاعد يبارطاجي فيلتخي لانفورماسيون، قرا او لانفورماسيون مش الشيء هذاك نهار برك القضيه نتاع الفيسبوك هذيك، اكتب افويت اكتب كود الفلاني، والله صحفيين والله معروفين على المستوى الوطني وبالك حتى على المستوى الدولي، اكتب اكتب الكود الفلاني راه يتحل لك المشكله، والناس راه تكوبي كولي كوبي كولي كوبي كولي، والدنيا مقلبه وهما راهم يديروا في الميزاجور تاع السيت نتاعهم تاع فيسبوك صح. وقالوا بلي الحكومه هي اللي دير لنا في الباز، ورامي اتاكو في الكود تاعي رامي ايه كل واحد كل واحد يلا يا جماعه رامي سينياليو فيا، يا جماعه عاونوني رامي سينياليو فيا، وجماعة راها طايحة ثم تلقى انت ألف ألفين كومنتير، تشوف ما تلقاش فيهم كومنتير تاع واحد عنده جرام تاع عقل في راسه، جرام ما كاينش والو. ناس هكذاك برك برك ناس هكاك برك تواسي. المهم كما يقول لك ما زدتش نطول عليك، المهم ان الجزائريين يديروا دائما مصلحة الوطن فوق كل شيء، فوق كل احتمال. كي تجي كما يقول لك خط احمر، وانا من اللي عاشت في وقت الارهاب ونعرف واش معناتها الارهاب، لما يقولوا ما تكمباروش الجزائر مع سوريا، وهذا لما يقولهم باللي انتم ماكم كيفاش انتوا ابهرتم العالم بسلمياتكم وكذا وكذا، هما يوجدوهم في المذبحه شي صح كما داروا كما يقول سوريا. لك نضونين، واش كاين وراها، واش هم يوجدوا لنا الدول هذو، واش هم يخطوا. كي انا نسمع كي نسمع الرئيس تاع كندا هنا يقول لهم ان كندا تتابع باهتمام واش يجري في الجزائر، صافي هما ما عندهم راسمين سيناريو، مدارين سيناريو لينا، مدارين ان هما عندهم مختصين في هذا المجال، وكل منطقه كل بلد يديروا له السيناريو تاعو كيفاش يقولوا دي بريفيزيون فيتور. دافي سوما هما راهم اعلموا بنا، مش راهم يوجدوا واش راهم يشوفوا في الجزائر من على. وان شاء الله نتمنى الخير للجزائر وكل التوفيق لكم ربي وجميع يبارك الناس فيك. اللي هي هيا بارك الله فيكم. ربي السلام يحفظك عليكم. شكرا بارك الله فيك ربي يعيشك. شوفوا ترى الاخ هذا حسين، الاخ اللي قبل قلت لي بلي راني نحيت البلوكاج، عاود اكتب لي ميساج طلع روحك صاحبي اطلع ومن بعد نعاود نطلعك. هاي والله الأخ نسيم، أصبر الأخ نسيم دوك نجي لك. أخ حسين مرحبا بك. مرحبا بك، السلام عليكم. وعليكم السلام، من راك تكلم فينا الأخ حسين؟ من الجزائر العاصمة. ما شاء الله الله يهنيك يبارك فيك تعيش. راكم تربعوا أنتم في العاصمة الأخ حسين ولا والو؟ نعم تربعوا ولا ما تربعوش؟ والله غير تاع الشرق برك اللي ربعوا. لا لا نربعوا نربعوا او نربعوا. لا يا ما شاء الله. اذا فيك تعيش استاذ، حبيت نسقسيك الله يجازيك. مرحبا بك. نعم تفضل. الانسان دوك حنا كشعب هكذايا كيفاش نقدروا نختاروا يعني الناس اللي يطغوا اللي يطغوا الشعب اللي مثلوا الشعب؟ دوك ولينا اللي نشوفوه غيبة لنا شوية مليح، يقولوا الناس على اللي بيخرجوا دي فيديو عليه، يقول لك هذا كان مع الدولة، هذا كان مع هادو، هذا ما يقدرش يمثلنا، هذا قبيلي، هذا عربي راسيست، هذا كذا. دوك ولينا تلفنا مع من نقدروا في منطقه يعني. يا خويا كاين، شوف كاين شخصيات ما تقدرش انت بالشكل اللي الان هذا، باسكو يتطلب وقت باش يخرجوا زعما نقولوا ممثلين حقيقيين 100% من طرف الشعب،
تطلب وقت ما تقدرش تديرها انت في ربع ساعه باسكو هذه تطلب انتخابات باش انت فعلا يخرجوا لك ممثلين نتاع شعب لازم لها انتخابات كاينش واحد دوك انت يجي واحد هكذا يقول لك انا نخير لك فلان كانش ولكن الان احنا دوك رانا مطالبين بحل عاجل حتى الناس اللي راهم في السلطه ضرب هما الوقت ما يخدمهمش بدليل هو انه راهم كانوا يحوسوا يديروا الانتخابات في الموعد نتاعها باش يلقاو مخرج عاجل بمعنى انه نحكي لك الناس اللي راهم الان في السلطه الناس اللي راهم دوكم هذو تاع المتفرعين داخل الاجهزه هذوك ما يلعبوا على العمل تاع الوقت لكن هذو الان جماعة نتاع بوتفليقه هما راهم يحوسوا على حل عاجل لانه انتهى وقادره تنفجر الامور في اي لحظه احنا محتاجين حل عاجل الحل العاجل هو مجموعه من الشخصيات المشهود لهم الى حد ما راك راح تلقى انت نبي استغفر الله راه البشر طبعاً. بشر مهما كان الامر تاعهم هما بشر ربما تكون عندهم اخطاء والله تكون عندهم وشمو ولكن مع ذلك الناس ما يبيعوش ويشريو ناس يعني كما نقولوا عندهم المصلحه تاع البلاد فوق كل اعتبارات مجموعه من الشخصيات قال مثلا جماعه مثلا استاذ اسمح لي نعطيك امثله قال مثلا درك نعم. على ارض الواقع راهم مجموعه قال مثلا في منطقه القبائل كاين الافافاس كاين الارشيدي وكاين حتى هذو جماعه الماك وكاين نقولوا مثلا الناس اللي راهم درك هما في الحراك الشعبي اللي ما عندهم حتى انتماء سياسي قال ودي شوفوا لنا واحد من منطقه القبائل شخص اللي تشوفوه انتم يقدر يمثل المنطقه تاع القبائل احسن تمثيل ويكون هذاك الشخص مقبول من جهات اخرى شي قال زك كنت منطقه القبائل وحبس تما نفس الشيء فيما يتعلق في الشرق شوف انت مجموعه من الشخصيات المقبولين مجموعه من المفكرين وحتى هذا الناس اللي راهم دوك هما يعني مهيكلين الى حد ما قال النقابات قال الاساتذه قال العمال قال كذا قال شوفوا لنا الشخصيات اللي راهم نتوما تشوفوا فيهم مقبولين هذه المجموعه نتاع الشخصيات 6 7 8 10 12 يشكلوا من مجلس والمجلس هذاك فيما بعد يبدا فيما بعد هو قال مثلا يكلفوا شخصيه والله زوج بتنظيم نتاع مؤتمر يبدا فيما بعد الحراك داخل المجتمع قال مثلا حي شوفوا شكون الحي اللي يمثلكم تبداو الاحياء احياء بين الاحياء من بعد تمشي للبلديه تمشي للدائره تمشي للولايه وتجي طالع وهي طالع ايه ومن بعد قال لي يحدث فيه مؤتمر تكون فيه مشاركه يا سيدي قال مؤتمر يقعدوا فيه 10000 نديروا 10000 ورا المشكله ايه معليش لا هم كانوا يديروا مؤتمر ب 10000 نديروا مؤتمر ب 10000 ورا المشكله 10000 ايه معليش وتخدم الناس على يومين ولا ثلاث ايام تخرج الناس ارضيه بضمانات وتمشي الناس واحده واحده مشتاق للدوله شكرا استاذ عيش بارك الله فيك التمثيل التمثيل الحقيقي لازم له الانتخابات ما تقدرش دير انت تمثيل لازم له الانتخابات طبعا نعم تخرج للشارع شكون هو ممثل الشارع في العاصمه كاش واحد كاش تروح ما كاش ماهوش معينه يقول لك والله واحد راه خرجوها ومشى ومن بعد راهم لحقوه الناس ولكن لما تروح انت تهضر معاه تلقاه انسان فارغ صح فارغ لا عنده معلومات ولا ثقافه ولا رؤيه والو انسان عنده امور هزها سطحيا عناوين بسلامه بالعافيه وانت الدوله هذه ما تقدرش تمشيها انت بالصدفه انت من جهه تنتقد النظام على الفساد نتاعو تنتقد في النظام على الممارسات نتاعو وتروح تجيب لي انت ناس اردا من 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 النظام من النظام صح استاذ شكرا بارك الله فيك ربي يحفظك الاخ الكريم شكرا للاخ حسين شكرا السلام عليكم وعليكم السلام صباح الخير شوفوا ترى هذا الاخ نسيم هاي هو الاخ نسيم نورمالمون الان تطلع هاي والأخ نسيم مرحبا بك
السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام. من راك تكلم فينا الاخ نسيم؟ نتكلم فيك من بريطانيا يا استاذ. ما شاء الله، مرحبا بك. كيف حالكم؟ الله يبارك فيك. والله يا استاذ انا كما اقولوا تبعك منذ ايام. لا ان شاء الله على كل حال الانسان ما نطولوش عليكم. ما فيش مشكله، مرحبا. بارك الله فيك. اولا يا استاذ انا حايب نقول الكلمه الاولى، يعني نعم، اول كلمه نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرا. نعم ان شاء الله الشعب تاني يتوعى ويقرا ان شاء الله. هذه الحاجه الاولى. فيما يخص التأطير، ويعني حيكون شويه مشكله، لانه كما قلت انت هذوك الانتخابات لازم ينتخب واحد، لازم ينتخب. هذا هو التأطير. حتى الانتخابات اللي حيسوقها الشعب ماناش ممكن يعني نضمنوا انه كما نقولوا احنا الشعب حيكون صافي مع ذاته. كما قلت انت تحط ناس باش نحي الدولة، وربما الناس هادو ما اردع من الدولة. موافقك 100%، موافقك 100%. هي شرعا لو كانوا له يعني شرعا، والثقافة تاعنا احنا ك مسلمين ولا عرب ولا أمازيغ، المبايعة. المبايعة هي شكل كما نقولوا على شكل فوت كما نقولوا انتخاب، ولكن تبقى حتى المبايعة أمر صعيب 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 كتير، لأن درجة الوعي عند الشعب الجزائري هي ضعيفة. الناس شافوها وكما قلت أنت الأسبوع الماضي أسبوع قبل انتصار، وإحنا معنا البياري ومعنا السعيق وإحنا انتصرنا وإحنا حققنا وإحنا درنا. والله شيء مضحك، يعني إحنا ما درنا والو وما حققنا ولا شيء. وربما الناس ما على بالهاش كما قلت أنت الشائعات فيسبوك رامي وجدوا في الفاليزات ورام هاربين، وشفنا فلان هارب في المطار ونغلقوا له المطار ونحكموه. أنا نقول للشعب هذا المنبر حتى واحد فيهم ما وحارب. ممكن نقول لكم بالليك صح، هما راهم سوبريسيون عندهم ضغط، ولكن في الوقت هذا ممكن هما اقوى من اللي على كانوا. لهذا الناس اليوم لازم تكون متفقنة. قدمت اقتراح، والله اقتراح جميل وما جانيش في بالي. انا نحب نهضر كما نقول، نحب ناكد كلامك، ما نعطيش افكار، لان مانيش حايب نكون من اهل الرويبدة. أهل الرويبدة أن يتكلم التافه في عامة الناس، وهذا اللي نشوفه فيه اليوم. نعم. وخاصة أنه اليوم التافه عنده وسائل باش يتكلم. نعم. الله يبارك، يعني ناس مثالك بحال المصنطين اللي نحبوا نسمعوا لهم، ناس عندهم خبرة في النضال، ما بدوش اليوم النضال، وناس عندهم خبرة كما قلوا احنا في المجال السياسي ولا في مجال القانون ولا في مجال كذا وكذا. ما يهمنيش أنا جابوا شباب في قناة البلاد، جابوا شباب في قناة الشروق، ولا ما يهمنيش أنه هاد الشباب عندهم ماضي ولا عندهم يعني غاية في المستقبل ولا. المهم أن الناس اللي يسمعوا لهم يكون عندهم علم في المجال، ما يكونوش ناس هذا ما راهوش. حتى الرياضة كي نتكلموا عن الرياضة لازم يكون عندك يعني شوية علم في الرياضة قبل ما تتكلم على كرة القدم ولا على السباحة ولا الملاكمة. نعم. وكما نقولوا احنا انت مديت فكره مليحه بزاف. الفكره هذه اللي بديها الاستاذ، وان شاء الله الناس تسمع والناس تسنت لك، انه النضال يكون مستمر، ماشي بالسيف نخرجوا كل سمانه. ممكن يبدا التأطير هذا بتنظيم ايام المسيرات، لانه الناس هذه حتتعب. احنا شفنا شيوخ خرجوا، شفنا ناس كبار خرجوا، شفنا دراري صغار خرجوا. الناس هذه حتتعب مع الوقت، حتقول ما كانش نتيجه، وممكن يفشل، والحراك هذا راح يفشل. بعدين احنا تما ندموا، يعطيك صحه وسلام، وحنا تما ندموا ونقولوا هاي الغلطه اللي درناها ما كانش تأطير. ربما حتى التأطير باش يبدا تدريجيا، على الاقل يعني نبداو ننظموا الامور درجه بدرجه، ونروحوا يعني بفعل نخرجوا كل سمانه، نخرجوا بقوه وبنظام عالي وبوعي أكبر كل 15 يوم بعد ولا كل شهر حتى. لكن كي يكون الاستمرارية هذه للنظام هذا، يعني النظام هذا كي تكون الاستمرارية، النظام هذا ما راحش يكون كما نقولوا احنا يحاول يدير كما نقولوا بالفرنسية بونوف على طريقة
كما نقولوا حنايا لو سيربون على طريقه الافعى، لا ما راحش يديرها، راح يغير من حتى يعني كل القوانين ديالو كل كذا وكذا، حتتغير حتتغير. انا السؤال حتى الطرق طرق حتى الطرق قبل ما نسمع السؤال تاعك، حتى الطرق نتاع النضال لازمك انت تطور فيها. تراك دوك الان من جهه راك تقول باللي هذا الناس فاتهم الوقت فاتهم الزمن، ولكن انت راك تستعمل في الوسائل تاعهم تذوق. هذه قضيه نتاع المسيره نتاع قضيه نتاع التجمع، ماكش انت اللي ابتكرتها، راك انت تعاود في اشياء اللي دارتها الناس. ابتكر اشياء واحده اخرى للنضال، بدلا من انك انت تروح تدير قال مثلا مسيره، دير حمله نتاع تطوع. قال اليوم يلا ايها الشعب الجزائري اليوم راه قال نهار الجمعه عمليه تطوع بعد صلاه الجمعه تنظيف العاصمه، يلا نقيوا العاصمه نقلبوها ورد. علاش انت تروح انت غير فقط تعيط بوتفليقه يا سعيده يا ناني وتوطوع؟ صح بارك الله فيك، صح بارك الله فيك. بدل طريقه نتاع النضال، جيب فكره جديده اللي ما داروهاش الناس، استعمل النظافه، تشجير، ما على باليش انا غرس نتاع ورود، توعية، ما على باليش انا التنظيم، تخرج الناس، ما على باليش انا قال مثلا في هكذا قاعدات هكذا تخرج هكذا دير، ما على باليش انا تورنوا نتاع نتاع ما على باليش انا رياضه نتاع بالون نتاع كذا، تبادل الكتب، دير اشياء، صدق الكتب، خرج كتب اللي قريتهم عندك في البيت خرجهم ومدهم. ايوا ديبا بيبليك، فهمت؟ ديبا بيبليك بدل من انك انت تروح انت تدير العياط وهذا كله، دير ديباب بيبليك اللي هو انه الناس دير تسجي، خلي الناس تجي تناقش تهضر. تروح تدير اللي انت نفس الممارسات، ومن بعد انت راك راح تنتظر على جال باش انت تغير. جيب اشياء واحده اخرى اللي انت تفرض انت السلم على الناس هذو، تفرض الاحترام على الناس هذو. بارك الله فيك استاذ، صح يا والله صح، الافكار مليحه وان شاء الله كما يقول الناس تتوعى وتصنت وتخلي الموجه هذيك تاع اللي تخليك تحمسك فقط، لانه الحماس ما راحش يجيب نتيجه في بعض الاحيان. وانا نقول الحماس في اغلب الاحيان ما يجيبش نتيجه، لانه الناس اللي تجيب نتيجه هو الناس اللي تستعمل العقل. الحماس غالبا ما يجيش من العقل، يجي من القلب. السؤال تاعك وش هو السؤال اللي قلت لي؟ سؤال تاعي يا استاذ، انا اليوم حاجه اللي راهي كيما نقولوا مخوفتني وشويه محيرتني، يعني صمت جهاز المعلومات غريب فيه صمت. انا كيما نقولوا انا مونافي صمت فيه صمت جهاز المعلومات المفروض انه يتدخل، لانه حتى يعني صح ما نقولوش كاين ناس يعني جماعه اللي راهي تخدم في الفيسبوك راهي تبلوكي لي باج، ولا ما روحش الانسان كما يقولوا يلحق لا بارانويا، معليش نقولوا كاين جماعه راهي مندسه في وسط الشعب وكذا. لكن الخدمه تاع جهاز المعلومات حتى في التسعينات، لان يعني انا عشت لا جينيراسيون تاع التسعينات، يعني كنت صغير على كل حال من نشفه، وفي الالفينات تانيت كي كنت انا في الجامعه المركزيه على كل حال عشنا وين كان المعلومات يخدموا، لكن فيه صمت رهيب تاع جهاز المعلومات. سؤال تاعي اليوم، الى هذا جهاز المعلومات صح استضعف يعني من طرف الجهات تاع بوتفليقه الى هذا الحد، ولا ضعيف وين ما يقدرش يصعد؟ وانا من الناس اللي مآمنه بالجهاز المعلومات هو كان استضعف، لانه جهاز المعلومات في التسعينات حتى بدايه الالفينات كان قوي، كان مستولي على الاداره. بعدين الجهه تاع البوتفليقيه استولات على الإدارة ونحات جهات المعلومات، ولكن إذا كان جهات المعلومات راهو ضعيف لهذا الحد، أنا نقول للناس ولعامة الناس مهما يكون البلد في خطر، وإن شاء الله نكون أنا غلط، إن شاء الله نكون أنا غلط، ما زالوا يخدموا ويتحركوا وينشطوا وكل شيء. وش هو كاين الناس مرة على مرة مكلفين بمهمة يروجوا لبعض المسائل من أجل إظهار باللي راها الدولة سايبة، حتى باش هما تسمح لهم باش يتدخلوا. كانوا هما منذ البداية منذ سنوات راجع تسجيلات
راجع التصريحات نتاع بعض الناس كانوا يدعون لتدخل المؤسسة نتاع الجيش من أجل طرد الجماعة نتاع بوتفليقة حتى باش هما يحكموا المكان نتاعو. أما قضية نتاع العمل مازال متواصل، الأجهزة نتاع الأمن تخدم يعني بشكل مستمر، وأنا كنت على يقين باللي قبل برك لما كنا دايرين التجمع كانوا حاضرين معنا، وتأكد 400 ألف مليون في الساعة تجمع برا في الخارج، ماشي نحكي لك على الداخل. يخدموا مازالوا يتحركوا، صحيح هو أنه نحولهم بعض الصلاحيات، صحيح هو أنه تلقوا ضربات من خلال إبعاد واسمه جنرال توفيق هذاك وبعض الجنرالات، لكنهم مازالوا يشتغلوا، مازالت عندهم أجهزة، مازالت عندهم ناس راه تشتغل، كاين ناس اللي راهم في القنوات الفضائية في الداخل وفي الخارج، كاين ناس اللي راهم يلموا في المعلومات. الآن معلومات ما بقاش كيما بكري نتاع أنه يجي واحد قدامك في قهوة وكرا الناس تتلصص، عندهم هما مواقع نتاع الانترنت، عندهم المزود نتاع الانترنت، قال مثلا عندهم شخص معين يشوفوا مزود نتاع الانترنت قال اعطينا الفيشي نتاعو، يجبد هاو المواقع اللي زارها، هاي الصور اللي شافها، الفيديوهات اللي حملها، فهمتني؟ ما بقاتش كيما بكري، لصالح من رامي يخدمه هما يستخدموا المعلومات ويوظفوها في الوقت اللي حوشوهما، فهمت؟ وعلى بالهم انت دوك مرات كي تصرى راك مع دولة، ما راكش مع ناس في غالوري، كي تصرى حاجة مرات تلقى على بالك راها طرق شيطانية. تعرف شو هو شيطانية؟ طرق شيطانية. تلقى مثلا قال مثلا رئيس والله مدير تاع امن والله وزير والله كيحب هو يحرك حاجة، حركة عن طريق بعض وسائل الإعلام قد تكون في الداخل وفي الخارج، يرميو حاجة ويشوفوا رد الفعل كيفاش يكون، يعرفوا أصحابهم، خرج حاجة ثم يجبدوه، ثم شوفوا أصحابهم يجبدوه، معلومة أو في عرس في جنازة يجبدوه، قاسم بالله غير في عرس في جنازة يجبدوه ويلا قال برا روح بسلمة بالعافية، رانا سمعناك البارح في العرس في الفلاني راك قلت على الرئيس كذا وكذا وكذا، تربح هز قشك وروح. واش بيك قلت لك انت؟ اسمع يا استاذ، انت راك قلتها، حاب يقول انت اعطيت لي مثال، يعني انا نقول ما شدكش بالكلمه ولكن مثال، فقلت لي انت راك قلت على الرئيس، احنا رانا عارفين ما راهمش يخدموا مع جهه، ما راهمش مع القصر الموراليه، ومع انهم جهه اخرى، جهاز المعلومات في الجزائر نقولوا من نهايه الثمانينات وقت شاد لي بن جديد حتى بدايه الالفينات، وين اشتد الصراع بين قصر الحكومه يعني بين المراديه ونقولوا بن عكنون يعني باش نسموه بين بن عكنون والمراديه، في بدايه الالفينات اشتد الصراع. انا سمعت حكايتي كنت في الجامعه، كانوا يخدموا كانوا معايا في الجامعه يعني بنات، شفنا كان واحده راجلها ان دبلومات عطت لنا حكايه للحكاية كما نقولوا حنايا، قالت لنا هاي واش حصل، هاي واش صرا، هاي واش صرا البارح في الليل، حتى راجلها هز الطيارة ومشى هذيك الليلة نيشافي، حكات لنا قالت لنا البارح راح سافر، شتت الصراع وين قالت تهديد بالموت يعني بقتل الرئيس ولا قتل فلان ولا قتل فلان، يعني كان كان كانت حكايات يعني كما نقولوا حنا امور صرا وصح، كما نقولوا لا بيريود وين قالوا السي بوتفليقة كما يقولوا هما فخامته مشى للصين باش يروح يحضر مفوار انترناسيونال في لاسين لاشين ويجيب دي كونترا وكذا، هو كان احنا كنا عارفين في الجامعه والناس كانت حكات ملي كان مخبي في الروس، لانه جماعه تاع التوفيق قالوا له تهز قشك وتمشي، وراح للروس وكان مهدد وراح للروس، والرواسه بعثوا من بعد دار جا الالجي سنتر، كان راني من ألجي سون دوريجين، هبطنا للبور هكذا نتمشى وزهر أنا وصحابي، شفنا باتيمون دقار مقاري تما ضربوا طلقة وعلى نتاع الروس، جاو هضروا مع الجماعة قالوا لهم يودي ريحوا عاقلين وخلوه يعاود يدخل 21 يوم برا على البلاد وعاود دخل سلامات. احنا عارفين باللي كادوا من جهاز معلومات يخدموا الجهة معينة، ما يخدموش الجهة الرئيس، لأنه الرئيس هذا كما قلوا حشوة، جاو تسلل لهم، تخلهم في تسلل، راح أورجي وسجل هدف،
فهمني يا استاذ. مش انسان سهل. يا يعطيك الصحة بارك الله. هو راه يعرف الجهاز تاع المخابرات، راني هدرتها في تسجيلات سابقة، هو راه كان في وزارة الخارجية، يعرف جهاز المخابرات لما كان قصدي مرباح، وكانوا هو يزيد زرهوني، يعرف الأمور كيفاش تمشي. وعم بالك انت باش هو وصل معاهم لهذا المستوى تحسبها انت سهلة؟ حتى هو راه دار اون ديريكت. لا ماشي سهلة. إيه؟ لا ماشي سهلة. هو كان هضره هما يخدموا، شوف هما عندهم مصالح، عندهم مصالح. هاك تعرف باللي ذوك الأجهزة نتاع المخابرات كاين اللي راهم دوكم قارين في الروس، كاين الناس اللي راهم معظمهم قارين في الروس. كاين الناس اللي راهم قارين في السيا، فهمت؟ الجماعة الجديدة قارين في السيا. إيه وبالتالي كاين عندهم علاقات مع نتاع الكي جي بي هذيك، عندهم علاقات مع نتاع المخابرات الروسية، حتى مع فرنسا عندهم علاقات في إطار أمني، يتبادلوا معلومات، يتبادلوا، فهمت؟ الأمر مفروغ منه. وشي هو دوكا في الداخل هو لعب لهم على المسألة هذه بيناتهم، مدخل لهم السوسة بيناتهم. تخيل انت، اسمع انني عارف، تخيل انت، شو خرج طرطاق، شو خرج طرطاق لا روتريز، هو راح عاود ريكيبيرا من هي، فهمت؟ خرجوا من بعد قال لك شوف طرطاق، شوف التوفيق ما دار والو، ما حرك والو، نورمالمون يريكلامي عليه والله واسمه ما كان والو. يا صار هكذا، اصبر شوف، راح دار له من هي، جاب طرطاق حطه في الرئاسة، وعاش فيما بعد يستعمل في طرطاق ضد توفيق. اسمح لي يا استاذ، اسمح لي يا استاذ، صح لك برك هذه المعلومة، وهذا تاني ترى كلام موش كلام يعني رسمي، وش راني نقول، لانه مانيش مخدام معاهم، بعيد عليهم وكذا، والحمد لله انا ما خاطيني قاع هاد الامور، ولكن هذا كلام تاع ناس في الشارع كيما نقولوا احنا، ولكن كلام اللي يلحقني في الشارع ما يلحقناش في المقاهي، يلحقنا من جهات يعني قريبه شويه. ما كانش صراع بين طرطاق، كان صراع يعني بينه وبين توفيق، واستعمل له جنرال اسماعيل في 2007. لا ما قلتش نهار كرياو، سامح لي، نهار كرياو لا بوليس دي بوليس، قلت لك باللي اسمه طرطاق نحاه خرجوا للتقاعد، ومن بعد عاود عينه في الرئاسة، باسكو توفيق هو فهمتك. كان المفترض هو انه يريكلامي عليه، باسكو راهو كان يخدم معاه، قال انت علاش نحيه، علاش كذا، مادام درك هو نحاه معناتها باللي راه عنده لافي فافورابل تاع توفيق، صح؟ دونك فيما بعد عاود هو كي تسمى قبل باش ينحيه، عاود ريكيبيراه الجماعة نتاع السعيد وسموه، حطوه في الرئاسة، قال لك هنا نستعملوا طرطاق ضد توفيق، باسكو هو اللي يعرفه مليح، يعرفوا الجماعه اللي دايرين به، ومن بعد داروا له الجماعه نتاعو يهبطوا فيهم بالواحد، يدوروا به منا، من بعد خلاص صفى. سبحان الله، لعبوا لهم ان جو دي شاك، ان جو دي شاك، سيتي كيما يقولوا ان جو دي شاك، ان جو دي شاك، كل شيء على جهاز السلطه، كاس كي دو لي زوم دو بوفوار بلو دو بوفوار، راه مدي جيني، هادو دي جيني في المؤامرات، لا يا با بلو جيني كو، كان واش يعيطوا له ولد قدور كان في الحبس، عاودوا جابوه اليوم حكم صنات راك، هما حطوا في الحبس اليوم، هما حطوا في صنات راك. شوف نحكيك حاجه برك، في وقت من الاوقات هكذا، ما كانش الواحد ربما في المره في 99 99 هذا بوتفليقه بالذات، باش تعرف يعني الامور كيفاش تمشي. بعد الانتخابات الرئاسيه كان فيها احمد طلب، انا كنت ريبريزونطون تاعو في الولايه نتاع البرج، ومن بعد المهم هكذا تناقشنا ودردشنا، قال لك لابد هو انه تما نحافظوا على الحراك هذاك اللي كان موجود، ونحولوه نترجموه الى مشروع ونمشيو فيه. المهم مشيت معهم انا شويه في الفطره هذيك نتاع واش اسمه نتاع التحضير للمؤتمر، انا قاعد معاه في البيرو، وعيط له بوتفليقه محمد سعيد، عيط له يهضر بالرموز،
قال له مش عارف كيفاه، قال له او في رمضان ونديروا فيها شربه. سبحان الله. وبسلامه في رمضان ونديروا بها شربه. دونك انت لما تروح انت تهضر مع واحد هكذا مبقل ما على بالوش هو فاهم السياسه هذه راها واسمه راها الناس على بالك راها لحقت الوحدة الدرجة تحسب انت راهم يمشي في الامور غير هذه هكذا. واش معناتها انت تاع في واش اسمه في رمضان نديروا فيها شربه؟ واش معناتها انت راهي عندها اروع حلها من بعد واش هي معناتها باللي راهم راح يديروا المؤتمر يديروه في شهر رمضان. سبحان الله. ايه دوك هدية كما نقولوا احنا ان شاء الله ان شاء الله احنا دوك واش نتمناو؟ نتمناو انه 42 مليون جزائري ما يولوش كاع 42 مليون سياسي. لازم كل واحد يكون في مكانه. دوك كما يقول لك سي بيان سافوار بارلي، هذه مثل بالفرنسيين نحبوا بزاف سي بيان سافوار بارلي مي سي ميو سافوار ايكوتي. يعني الانسان كيكون يسمع افضل، يعني كيتعلم يسمع افضل. ان شاء الله الشعب الجزائري يتصنت وما يتبعش يعني فقط هكذا هذا الفيسبوك وكذا وكذا، يشوف مصلحه بلاده، شوف مصلحه بلاده. هذه كما قالت الاخت اللي تصور يعني قبل اسمع تراك بديت قبيل بنقطه مهمه وهي انت اقرا اقرا على العلم، هذا هو الاساس. تذوق هذا الانسان اللي عمره ولا فتح كتاب ما قراش ولا معلومه، يتكلم يهز لك معلومات هكذاك ولا رؤوس اقلام. يعني يا وانا نتلاقى مع شباب يا ويعاود في الهضره نتاعي قاسم بالله يعاود في الكلام نتاعي يعاود فيه باركور، وكي نهضر معاه مش قبل الهضره نتاعي. يا نقول له يا عبد ربي انت الكلام هذا اللي راك انت تقول فيه انا راني قلته منذ سنوات، روح ارواح نعطيك الحساب نتاعي في اليوتيوب عاود اسمع الهضره نتاعي، راك تعاود في كلامي ماش داخل في راسه. لماذا؟ لانه هو راهو هز الكلام هزه من عند ناس اخرين. ما استقنعش بك، ما استقنع بلي قالها له في القهوه. ايه راه سمعها واحد في قالها في قناه فضائيه البارح برك اتصل بيا واحد بالك لا ربما راهو يسمع فينا. قال لي والله راني كنت نسمع في واحد القناه هكذا، قال لي واحد قال لي عاود في الكلام نتاعك بالفا والنون. قال لي علاش ما تروحش لثما وتهضر وكذا وكذا؟ قلت له ما نروح ليا ما نهضر مع معاوش عليه. عندي لا صح. لا شوف يا استاذ انت راك انسان نقي ما شاء الله، وخلي روحك نقي ما شاء الله. وكيما يقولوا كيما يقولوا شوف يسمع لك 60 واحد ويكونوا ناس شويه مثقفه واعيه خير ما يسمح لك 6 ملايين واحد بيكونوا فارغين. هذه اللي مأمن بها، هذه اللي مأمن بها. يعطيك الصحه لانه 60 واحد والله شوف تعلمت اشياء مع احمد طلب الابراهيمي بالرموز بالرموز تاع شو بالرموز قسم بالله ما تلقاها في الكتب. عليك خير الكلام ما قل ولا. ايه مره من المرات مرة من المرات كانوا في مؤتمر في حزب جبهة التحرير وبداوا يظهروا هذو الجماعة تاع خالد بونجمة وش اسمه هذاك راح لي الاسم نتاعو راح لي الاسم نتاعو مش حاضر معايا. المهم بداوا يظهروا هذاك وحجار واسمه تخيل شوف ايش يدير هو وقف في المنصة وجاي يلقي كلمة قال بسم الله الرحمن الرحيم وجماعة بداو يديروا في الطباج بداو يديروا شافيهم هكذا هكذا السلام عليكم وراه كلمة واحدة واش معناتها وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة تربع بارك الله ما يكثر هدرا ما والو. انت واش راك تحكي مع إنسان مبوقل ما عنده حتى صح. معلومه في راسه وحاسب روحه باللي راه فاهم كلش صح 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 رايح يدير التغيير قبيل تهضر مع واحد حراك يا انت يا رحمه يا انت راك بروحك انت هاك حير في عمرك خدمك وقتك معليش يا سيدي حبيت انت تحتج احتج على روحك اخويا وعبر عن الغضب نتاعك ما فيش مشكله شارك خاوتك الجزائريين حاجه مليحه بس عارف قدر روحك صح كيفاش انت هذا غير جيت برك درت فوتو جيت تطعن واحد انت اللي عنده 30 سنه هو يناظر له انت غير درت فوتو برك. اسمح لي يا استاذ خليني اقول لك برك حاجه عاديه هذه والله امر صعيب
هذه امر صعيب لي انت راك عشته بالك اليوم وكاين الناس يتعيش فيه كل يوم كاين الناس عندها مستوى ومتمكنه ومتيقنه في كل المجالات يعني مش حتى في السياسه ربما في الرياضه وده. والله يجوز على نفس التجربه اللي جلست عليها اليوم يقول لك في الدنيا هذه تصنت الزوج تصنت الناس من اهل العلم واهل التجربه كاين ناس اهل العلم ناس درست وتعلمت وكذا كاين ناس رفضوا التجربه اطرافير كما يقولون النضال السياسي وكذا وكذا وعاشوا امور ودخلوا في المكاتب وكذا وشافوا يعني ناس عندهم مستوى وجلسوا ناس عندهم مستوى هادو ما زوج ناس للانسان يتصنت لهم كما يقولوا الانسان العاقل والانسان اللي عنده علم يعني اليوم الجزائري وماشي من اليوم يعني الجزائري من بكري احنا معروفين بها احنا الجزائري لو سيستم الجيريان علمنا واحد العاده سيئه انه احنا نعرفوا كلش احنا وين نروحوا الناس تعرفنا احنا وين نروحوا الناس تخاف منا احنا وين نروحوا ما كاش لي يلحقنا اكسيتيرا 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 دونجيك حنايا كما يقولوا في التسعينات برهنا نفسنا الى اي حد احنا فينا الجهل يعني الانسان كيشوف قالت اليوم احنا نقولوا التسعينات لا ما تشوفش التسعينات لا التسعينات الانسان يعتبر منها اي درجه لحقنا في الجهل لانه لو كان عندنا جرام تاع علم في التسعينات من لحقوش لواش لحقنا نروحوا نروحوا نقولوا كما تكونوا يولى عليكم صح نبدأ بإصلاح الذات والنفس يا أخي كما قلنا اقرأ يا ناس يا جماعة انتوما قاعد جماعة اللي تهضر في الفيسبوك والله اسمح لي نقدم نداء برك اطرافير لاباج ديالك ربما كاين ناس هم يسمعوا الناس اللي راهي في فيسبوك اللي قاع الناس دوكا اليوم سمات روحها دي زاد امير دي زاد وطوطو دي زاد وبازوكا دي زاد الناس قاع ولاو دي زاد وزلابيه دي زاد ما كاينش زلابيه دي زاد الله يجازيكم ما تكونوش من الرويبده اللي حب يعرف واش انه كلمه رويبده هي من نهايه العلامه الصغرى قالوا له يا رسول الله وما الرويبده قال لهم ان يتكلم التافهه في عامه الناس ما تكونوش من هذوك الناس السياسه راهي كبيره عليكم والنضال راهو بعيد عليكم الفيسبوك ماشي هو النضال النضال لازم له امور واحد اخرين وكاين الناس اليوم اللي تظهر في فيسبوك باش تحكي عن النضال ديالها باش تعطي لكم علم وتعطيكم تجربه وتخليكم تفهموا الناس هذه اللي تهضر معكم بحال المصنتين لانه والله ربما يقول لك الناس ما عارفك انا ما نعرفكش وكما يقولوا جامي ما تلاقينا وربما ان شاء الله لو مونديتي ربما ان شاء الله نتلاقاو نقول لهم الناس هذه ما راهيش تسنى فيكم تحملوا المشعل لانكم راكم بعاد باش تحملوا المشعل ماناش واحد ما يستنى فيكم حنا نقول لكم عاونوا الجزائر بالصمت ديالكم وبالوعي كي تكون واعي ويكون عندك جرام تاع علم راك تعاون في الجزائر هكذا الناس تعاون الجزائر كاين صحفيين والله مشكورين نشكرهم ام يديروا ديزيفور كاين صحفيين ام يضحيوا ما مشي يشوفوا ولادهم ما راهمش يشوفوا كذا وكذا وكذا والجماعة المهاجرة اللي راهي في أوروبا ولا راهي في أمريكا ولا راهي في كندا يعطيهم صحة على كل حال لأنه سهل الشيء ماهوش سهل ربما الناس من الجزائر يقول لك راكو طامعين ولا كذا ولا كذا ولا يقولوا على الأستاذ بحال المصنفين يقولوا عليك راك طامع كش ما كذا ولا كذا يا ناس أرواحوا لهنا تشوفوا الدنيا يعطيك صحة روحوا لهنا تشوفوا الدنيا كيفاش دايرة هنا الدنيا تنسيك في بلادك احنا الى ما زال نتفكروا بلادنا لان نحبوها لانه الدنيا هنا تنسيك في بلادك هنا الدنيا تنسيك في بلادك هنا ما عندكش مشكل تاع الحليب والخبز هنا الى عندك مشكل كيفاش تدير انفاي دون ليسباس بوتيت هذا هو المشكل اللي يكون عندك شوف والله العظيم شوف تحب بلادها ذكرت برك اللي اسمه الحليب والخبز والله شوف حضرت كلمه كنت رايح نلقيها في هذا التجمع كلمة وجدتها ترجمتها باللغة الفرنسية يعني باللغة العربية واللغة الفرنسية وحضرتها درت فيها محاور فيها رسائل دقيقة من بينها هو أنه هذه الكلمة اللي انت ذكرتها الآن تاع الخبز والاسمو راح نتكلم أنا باللي الاجتماع تاعنا هذا ليس من أجل الخبز وليس من أجل الروز وليس من أجل البنان وانما من اجل قضيه تاع البلاد وكنت راح نبعث رسائل ولكن انت واش راح تهضر مثل ما كنت راح نحكي لك انا مع الناس انسان انت ما عنده حتى علاقه بالسياسه يجي ومتفاهمين في بعضهم وانت راك مجمعة الكاشير السي محمد يو
تعرف جماعة الكاشير هما راهم فاقوا راهم عادوا يعرفوا النظام انت راك من جماعة الكاشير. وشحال عندك انت من اللي جيت عنده 3 موا انت شحال عندك؟ عندك سمانة. اه داكور انت عندك سمانة فقته واللي راهو فيتك ب 30 سنة اللي فيتك ب 30 سنة شحال راهو فيتك بالفيقة هذيك شحال هذا غسمانة برك مازال ميم با ما عندكش الكواغط حراق وربي يعاونك وربي يفتح عليك جاي انت تطعن في واحد اللي عنده 30 سنه نضال انت من جماعه الكاشير سي محمد سبحان الله ربي وهو لو كان تروح تبحث عليه تلقاه من الجماعه دوك اللي داهم الام درمان ويحيى بوتفليقه 1 2 3 في فالجيري بارك الله فيك. وهذه انا نقولها لك يا استاذ هذه ماشي اول مره وماشي اخر مره راح تسمع هذه الهضره ما راهيش اول مره وما راهيش اخر مره انا نقولها لك يا استاذ لانه أنا قلت لك المشكل راهو كبير. المشكل أنه ليكيب ناسيونال خسرت ولينا 42 مليون مدرب. اليوم البلاد راهي في أزمة 42 مليون سياسي، غدوة أزمة اقتصادية 42 مليون خبير اقتصادي. الناس كلها تتكلم ما كاش الناس اللي تتصنت. نخلي الكلمة جماعة نقول أقسم بالله لو كان لقيت ناس في المستوى قسم بالله ما نتكلم ولا نفتح اللايف هذا ولا ندير مفصل عمري. في غياب الناس المثقفين، في غياب المفكرين، في غياب ناس موضوعيين يعني ما عندهمش انتماء الا للجزائر، لقيت روحي باللي لازمك انت تاخذ كيما نقولوا المسؤوليه وتتكلم، لانه انا ماني منتمي حتى لواحد، ما ننتمي حتى الحزب ولا حتى الشخصيه، نحوس نقدم خدمه لبلادي بالشيء اللي تعلمته والشيء اللي عرفته، ونحاول نوعي خاوتي. مرة تتكلم تهضر مع واحد شوفه نقول له ودي يا خويا شوفه نقول لك الكلام تاعي راه مسجل، سجله عندك احتفظ به، بعد 10 سنين إذا كان أحيانا ربي ربما رانا نلتقاو وراك تفهم باللي راك كنت غلط، بسلم بالعافية تربح. سبحان الله تهضر معاه. آه لا لا بارك الله فيك، والله بارك الله فيك يا أستاذ. على كل حال إن شاء الله ربي يهدينا هذه نقول شكرا نقول ربي يبارك فيك الأخ نسيم شكرا يعطيك الصحة يا أستاذ سلام عليكم شكرا صباح الخير. المهم الإخوة والأخوات أتمنى هو أن رانا أفدناكم بهذه المداخلات، ما نكثرش عليكم بزاف. الإخوة اللي راكم في كندا وفي أمريكا أتمنى هو أن رانا راكم قضيتوا وقت معنا، رانا أفدناكم بعض المعلومات وبعض وجهات النظر. شوفوا ترى هذا الأخ هذا اللي هاي شوفوا ترى هذا الأخ حملي والله حميلي والله وراه عندك الأخ وش اسمه حمليلي عندك وش اسمه بلوكاج في الهاتف نتاعك مش برا عندك مبوطة وراه مغلوقة افتح الخط نتاعك والله عندك بلوكاج في الخط نتاعك حبيت باش نطلعك الأخت والله اسمه ربي يبارك فيك الاخت رميسة الاخت اللي اسمها ربيعه ولا بال هذيك ما فهمتش ريبوندي موا سيلفو بلي ما فهمتش واش درتي اوكي هذا شفت الاسم الجزائر وين راها رايحه الله اعلم فهمتي الله اعلم في ظل الانغلاق وفي ظل الانسداد بطبيعه الحال الجزائر ماشيه المجهول الله اعلم بحالها حنا رانا نحوسوا على جال باش يعني من خلال الافكار اللي رانا نقترحوا فيها من خلال الاراء على جال باش الناس تفهم باللي راها الجزائر محل اطماع ومشي من الان راه كاين فيه تحولات لازم الانسان ياخذها بعين الحسبان فيه حاله نتاع فراغ رهيب داخل المجتمع الجزائري بحيث هو انه الناس ابتعدت عن المسجد الناس يعني في غياب كما نقولوا أئمة فاهمين هذه التحولات فاهمين هذه التكنولوجيا الجديدة هذه اللي راها موجودة فاهمين هذا الألاعيب اللي راها موجودة الابتزاز هذا اللي راها موجود في القنوات نتاع التواصل وهذا الشباب عندهم فراغ روحي رهيب كاين بعض الناس اللي ربما كنت تذكر غير فقط القضيه نتاع المسجد ياكلك
كاين فراغ روحي رهيب. المسلم راهو دوك عنده اخلاق تربطه، يعرف الحلال يعرف الحرام، ما يروحش هو كيما نقولوا ينغمس في ربما قضايا اللي هي داخله في الحرام اكثر. بينما الانسان هذاك اللي ما على باله لا بالحلال لا بالحرام لا بوالديه لا بامه لا بلا فامي نتاعو، قادر يدير اي حاجه. درك لما يكون هناك هذاك الفراغ، خاصه اذا كانوا ناس نقول مثلا راهم مثلا من الضحايا تاع المدرسه، قال مشاكل تسرب مدرسي ولا من بعد. وكاين مرات انك تلقى انسان مثلا عنده عايش في عائله، قال مثلا مطلقه ولا والله باباه ميت ولا، بالتالي راهو راح يصرى فيه انفلات. وشوف روح جرب تشوف الناس اللي راها داخله في هذيك الامور. بالتالي الاخت الكريمه، الجزائر ماشيه للمجهول. احنا ماذا بينا على جال باش الجزائريين والجزائريات يفهموا هذه القضيه، لكن في غياب الوعي ما تنتظر ور. انا هذا الانسان اللي جه هو يطعني، هذا ننتظر منه باش يغير البلاد؟ ما ننتظر منه ور. هذا ننتظر منه هو انه يحرق البلاد. ايه الاخ احمد، ايه لا دروغ وحوايج واحد اخرى. الانسان هذا اللي هو يجي ما عندوش حتى نهار تاع نضال في حياته، يجي هو يطن في مناضلين، هذا تنتظر منه انت باش يدير لك خير للبلاد؟ مستحيل. بالتالي البلاد ماشيه للمجهول. المهم الاخوه والاخوات، اتمنى هو انه إيه قالوا الاخ احمد دير نحكينا على الحلول. عاود رجع تسجيل برك الأخ أحمد. المهم تبقوا على خير، والسلام عليكم.